أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا اليوم الدراسي المتخصص، والذي نأمل من الله أن يكون يوما مباركا يستفيد منه الجميع، كوننا نتحدث عن ما توصل أو آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مجال المرض السكري، المرض الذي يعني أصبح يشكل هاجسا لكل سكان العالم. نسبه في ازدياد، الأعمار التي تصاب بهذا المرض أيضا في تناقص، يعني كان زمان 50 و60 هم اللي اليوم 30 و40، وخاصة بالكلام عن التايب 2 دايابيتس. معنا للحديث على في هذا الموضوع إخوة علماء باحثين وأكاديميين من جامعة لوند من السويد، الذين نعتز بفلسطينيتهم أولا وبغزاويتهم ثانيا، كونهم من قطاع غزة الحبيب، والبعض منهم تخرج من الجامعة الإسلامية. الأستاذ سامي الكيال الذي تظهر صورته أمامنا هو من خريجي الجامعة الإسلامية. سنبدأ إن شاء الله في 3 محاضرات. معنا في المحاضرة الأولى الدكتور سامي الكيالي، حيتحدث عن العوامل الجينية المؤثرة في مرض السكري ومضاعفاته. ثم ننتقل إلى دكتور جلال تنيرة، ومحاضرته بعنوان استخدام التعبيرات الجينية لجزر لانجرهانز في الاكتشاف المبكر لمرض السكري. وسنختم إن شاء الله مع الدكتور نائل شعت، وهو على ما أعتقد طبيب، في نظرة عامة على أنواع السكري وأحادية الجينات. وسنبدأ إن شاء الله على بركة الله مع الدكتور سامي الكيالي، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الإخوة القائمين على هذا النشاط وهذه ورشة العمل، وعلى رأسهم الدكتور عبد الرؤوف المنعمة. شكرا لاستضافتكم. احنا بنعمل في مدينة في جامعة لوند، وجامعة لوند في إلها مركز لوند يونيفرسيتي دايابيتس سنتر، موجود في مدينة مالمو في أقصى جنوب السويد كما يظهر بالخريطة. اليوم هنتكلم عن الجينيتكس اوف دايابيتس اند دايابيتس كومبليكيشنز. المحاضرة هتكون مقسمة ل4 أو 5 أقسام. بداية هنتكلم عن introduction للديابيتس وintroduction للجينيتكس بشكل عام، بعد هيك عن الجينيتك ابروتشز فور ستادي اوف دايابيتس، عن استراتيجيات البحث العلمي في مجال الجينيتكس اوف دايابيتس. بعدين هنمر مرور سريع على الابيجينيتكس اند نون جينيتك فاكتورز، وهناخد بعض الأمثلة بشكل مبسط بشكل سريع. في النهاية هنختم في المعوقات في هذا المجال، في مجال البحث العلمي في الجينيتكس للديابيتس، وما هي الخطط المستقبلية لاستراتيجيات البحث العلمي في هذا المجال. Introduction. زي ما بنعرف انه الديابيتس زي ما حكى الدكتور عبد الرؤوف انه هو في ازدياد، وكان في سنة 2011 تقريبا 366 مليون، ومتوقع ان يصل حوالي 550 مليون مريض في سنة 2030. زمان كان يقسم الى تايب 1 وتايب 2، واللي هو انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت. التايب 1 اللي هو يصيب الصغار في العمر، وهو الانسولين ديبندنت بصير في اتاك للبيتا سيلز الموجودة في البنك الكرياس واللي بتفرز المسؤول عن افراز الانسولين، وبالتالي يحتاج المريض لانسولين انجكشنز. اما النوع الثاني اللي هو نون انسولين ديبندنت، اللي هو يصيب الكبار او بحدود ال 35 40 سنه فما فوق، وهذا النوع يتمثل في نقص في افراز الانسولين ونقص في الانسولين اكشن اللي هو بيسموه الانسولين ريزيستنت. طبعا هناك انواع اخرى هيتكلم عنها الدكتور نائل بالتفصيل، المودي واللادا والجاستيشنال دايابيتس اللي هو سكر الحمل. الباثوفيسيولوجي اوف هايبرجليسيميا ان تايب 2 دايابيتس. زي ما احنا بنعرف انه وتكلمنا قبل شوي انه البنكرياس هو عضو اساسي في موضوع هذا السكر، وهو العضو المسؤول عن افراز هرمونين، هرمون الانسولين اللي هو بنزل السكر، وهرمون الجلوكاجون اللي بزيد مستوى السكر. في عنا الاديبوس تيشو والسكيليتال ماسلز مسؤولين عن الجلوكوز ابتيك او الانسولين اكشن اللي هي امتصاص السكر وتنزيل مستوى السكر في الدم. وفي عنا الليفر اللي هو مسؤول عن الستورج تخزين السكر
اللي بتخزن السكر على هيئة جلوكاجون جلايكوجين عفوا، والجلايكوجين هذا بتكسر في حالة نقص مستوى السكر في الدم. وفي عنا الهرمونات بسموها الانكريتينز اللي تفرز من الأمعاء، وهذه حنتكلم عنها بعد شوي. زي ما حكينا انه جزر لانجرهانس حيتكلم عنها الدكتور جلال في بحثه، هي عبارة عن عدة خلايا رئيسية من أهمها اللي هي البيتا سيلز اللي بتفرز الأنسولين، وهي معظم الخلايا بيتا سيلز، والألفا سيلز حوالي 15-20% وبتفرز الجلوكاجون اللي هو بيعمل على زيادة السكر، وفي عنا السوماتوستاتين بيطلع من الدلتا، وفي عنا جاما وإبسلون. الجلوكوز هوميوستاسيس، التوازن مستوى السكر يتوازن في الدم بناء على عوامل نحن سنتكلم عنها الآن. لما يصير في نقص في مستوى السكر على اليسار low blood glucose، بيصير في حث للبنكرياس انه يفرز الجلوكاجون من الالفا سيل، وبالتالي بيصير تكسير للجلايكوجين من الليفر، فبالتالي بيزيد مستوى السكر في الدم. اما في حالة ارتفاع السكر في الدم فبيصير في عنا حث للبنكرياس لإفراز هرمون الانسولين اللي هو هيعمل انسولين اكشن، وبزيد الجلوكوز ابتيك في الاديبوز تيشو والمسلز، وبنصل لمرحله التوازن. في افتر ميلز او بعد الاكل بصير في حث لهدول الانكريتينز اللي حكينا عنهم في هرمون الجي اي بي والجي ال بي، هدول يفرزوا من الانتستين من الامعاء، ومهمتهم زياده افراز الانسولين ونقص افراز الجلايكوجين الجلوكاجون عفوا بعد وجبه الاكل، حتى يحفظ على بعد الاكل بيزيد مستوى السكر، فيحفظ على مستوى اقل في داخل البلاد ليفل. الانسولين سكريشن ما في وقت هنتكلم عنها، هيتكلم عنها الدكتور نائل في موضوع الخلل الجيني في البوتاسيوم شانل في حاله زياده السكر. هنا كما يظهر بالمخطط انه لما يزيد السكر بيصير دخول الموليكيول بتاعت السكر في البيتا سيلز، بيصير ميتابوليزم في الميتوكوندريا، فبرتفع الـ ATP-ADP ratio، فبالتالي بيصير في اغلاق كلوجر للبوتاسيوم شانل وديبولاريزيشن للسيل ممبرين في البيتا سيلز، فبيزيد دخول الانفلاكس للكالسيوم شانل، وبالتالي بيزيد الانسولين سكريشن. زي ما بنعرف انه المرض السكري او الديابيتس يترافق معه الكومبليكيشنز اللي هي اخطر من المرض نفسه، وهذه الكومبليكيشنز المضاعفات مرض السكر تنقسم الى مجموعتين. المجموعه الاولى مايكرو فاسكولار كومبليكيشنز اللي هي المايوكارديال انفاركشن والستروك، والمايكرو فاسكولار كومبليكيشنز اللي هي النيفروباثي لما يصير في خلل في الكلى، وغالبا ما يتصف في خلل في الفلتريشن تبع الكلى، وبزيد مايكرو البومينيوريا، بزيد الالبومين في اليورين، بتحول بعد هيك لمراحل اكثر من هيك بصير مايكرو البومينيوريا، وبعد هيك بيصل لاند ستيج رينال ديزيز، وبالتالي الكلى بتصير محتاجه لترانسبلانتيشن او بلاد دياليسيس، بصير في عنا المريض بيحتاج لغسيل كلى او زراعه كلى. وفي عنا الريتينوباثي بعد 10 سنوات تقريبا من مرض السكر، معظم مرضى السكر بحصل عندهم مشكلة في الرؤية أو مشكلة في الرتينا في شبكية العين، وهذه تتصف بعدة مواصفات vascularization, aneurysm, hemorrhage، وتتعالج بالليزر، وأحيانا تصل لمراحل متقدمة تؤدي إلى العمى. وفي النيوروباثي خلل في الإحساس العصبي، وغالبا ما يؤثر على الجروح والالتهابات في الجروح، ويحتاج إليها المريض في هذه الحالات أحيانا لما يصل لمراحل متقدمة يحتاج إلى عملية بتر للأعضاء، وغالبا في الليجز. جينوتايبس and فينوتايبس. قبل ما نتكلم عن الجينوتيكس لازم نعرف مصطلح الجينوتايبس والفينوتايبس. الجينوتايبس هو ما نحمله من صفات وراثية موجودة على الـ 23 كروموزوم اللي احنا حاملين، والفينوتايبس هو ما نحمله من صفات من على سبيل المثال لون الشعر، لون العينين، الطول وما إلى ذلك، بالإضافة ما نحمله من أمراض وما نبحث عليه الآن هو مرض السكر. ف
فعلم الجينيتكس اوف دايابيتس مبني على ايجاد علاقه ما بين ما نحمله من عوامل جينيه على الكروموزومات وعلى النقاط الجينيه موجود احنا حاملينها وما نحمله من فينوتايبس اللي هو مرض السكر. جينيتك فاريابيليتي، لو جينا قارنا شخصين، اي شخصين قارنا السيكونس تبع الدي ان اي تبعهم، فبنجد ان هدول الشخصين متساوين تقريبا في نفس السيكونس تبع الدي ان اي، والاختلاف لا يتجاوز 1%. ناهيك عن انه الاختلافات الكودينجز اللي هي النقاط الجينيه اللي هي في الكروموزومات المسؤوله عن افراز البروتين وما الى ذلك هي عباره عن 3-5%. فبنلاحظ انه الاختلاف او الامراض وما نحمله من صفات وامراض عباره عن اختلافات بسيطه بين شخص لاخر. الشغله الثانيه اللي هي السنبس اللي هي حتتكرر معنا في الحكي بعد هيك، السنب اللي هي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم حنتكلم عنها نسميها سنب. السنب هاي اللي هو اختلاف في نقطه جينيه واحده. بنعرف انه الدي ان اي مكون من 4 نيوكليوتايد اللي هي سي جي اي تي، ولو صار في اختلاف في نقطه جينيه بنسميها سنب، ولازم يكون في عنا فريكوانسي لها موجوده في 1%. زي ما بنعرف كمان انه الانسان يحمل 23 كروموزوم، والكروموزوم بياخذ عباره عن 2 alleles، الاليل واحد باخده من الاب وواحد بياخده من الام. الكلاسيفيكيشن لهي السنبات الاختلافات الجينيه تنقسم الى نوعين رئيسيين، الانترونيك اللي هي موجوده في منطقه الانترون اللي هو في الدي ان اي اللي ما بيصير له ترانسكريبشن اللي هو نون كودينج، اما الاكزونيك سنب اللي موجوده في الاكزونز اللي بيصير لها ترانسكريبشن، وهذه في منها سينونيمس ما بيصير لو اختلف صار اختلاف في النقطه الكودينج وما صار تاثير فبنسميها سينونيمس، او نون سينونيمس اللي هي تنقسم لنوعين، ميس سنس لما يصير الاختلاف هذا عمل ادى الى اختلاف في ترانسليشن لديفرنت امينو اسيد، او نونسنس لما يتوقف ستوب كودون ادى الى توقف ترانسليشن لامينو اسيدز. لكن معظم السنبات اللي هي لها علاقه في مرض السكر موجوده في منطقه الانترون فهي انترونيك سنبس. دايابيتس نيتشر اور نورتشر، هذا عباره عن ديبات طويل بين العلماء منذ فتره انه هل الدايابيتس عباره عن الطبيعة أم منشأ، هل هو عبارة عن مرض وراثي أم هو نتيجة لما نتعرض له من عوامل بيئية، وخاصة نتكلم هنا عن الأكل الدواء وطبيعة حياتنا اللايف ستايل تبعنا الإكسرسايز. Heritability of type 2 diabetes، طبعا الدايابيتس هو عبارة عن complex disease وعبارة عن combination ما بين environmental factors والgenetic factors، الكروموزومات اللي احنا بنحملها بالإضافة ما نتعرض له من عوامل بيئية. الدليل على لأنه هو مرض وراثي الإثنيسيتي فاريابيليتي، الإثنيك فاريابيليتي اللي هو اختلاف بين الأعراق، يعني بنجد أنه البريفالنس تبع الديابيتس موجود في عرق معين 1%، لكن في ناس تانيين موجود الديابيتس تايب 2 ديابيتس موجود في حوالي 50%، نص الشعب عنده ديابيتس، فبالتالي أنه هو عبارة عن مرض وراثي. الشغلة الثانية، لو كان في عندنا واحد عنده أحد الأبوين مريض في مرض السكر وواحد تاني ما عنده أبوين الأبوين سليمين، فبالتالي إنه اللي عنده أحد الأبوين مرضى بالسكر يكون عنده الريسك لديفلوبمنت أوف دايابيتس أكثر ب 40% عن الآخر، ولو كان الأبوين التنين عندهم سكر فبالتالي بيكون عنده ريسك عن التاني بحوالي 70%. وبالإضافة إلى إنه اللي هنتكلم بعد هيك عن الجينوم وايد أسوسيشن ستاديز، الدراسات الجينية أثبتت وجود علاقة ما بين 65 تقريبا 65 أو 60-65 لوساي نقطة جينية موجودة على الجينوم إلها علاقة في مرض السكر. نيجي بشكل توضيحي إيش هو الهدف من دراسة الجينيتكس أوف دايابيتس. زي ما احنا شايفين في هذه الرسمة التوضيحية إنه احنا نبحث عن نقاط جينية لها علاقة في مرض السكر ومضاعفاته، ولكن اللي بحصل مش لا بنشوف احنا لا بالعدسه ولا بالميكروسكوب ولا بالالكترونيك ميكروسكوب، لكن هذا رسم توضيحي. How the SNPs influence the phenotypes، كيف السنبس هذه بتاثر على الاختلافات الجينيه تؤثر على الفينوتايبس، وبمعنى اخر لماذا نبحث عن الاختلافات الجينيه؟ اولا
الاختلافات الجينيه هذه اذا وجدت في البروموتر او بالانهانسر ريجنز فبالتالي بتاثر على الليفل للترانسكريبشن للجينات. الشغله الثانيه لو وجدت في السي بي جي ايلاندز، لو وجدت في منطقه السي جيز اللي هي معرضه للميثيليشنز، هنتكلم عن الميثيليشن بشكل سريع بعد هيك، فبالتالي فبتاثر على الميثيليشن. لو كانت سبيل المثال لو كانت سي حيصير ميثيليشن، لو كانت تي ما حيصير ميثيليشن، فبالتالي بياثر على الترانسكريبشن ليفل. بعد هيك السبلايسنج، لو وجدت في منطقه السبلايسنج فممكن يكون الناس يصير في عندهم سبلايسنج وناس ما يصيرش عندهم سبلايسنج، فبصير في عندنا سبلايس فارينس، فبصير في عندنا ايزوفورمز مختلفه. بعد هيك ممكن تكون موجوده تارجت للمايكرو ار ان ايز. المايكرو ار ان ايز زي ما بنعرف عباره عن شورت سيكونس من الار ان ايز، هذه بتعمل بايندينجز للام ار ان اي وبتعمل ديستروي للام ار ان اي. لو كانت في سيكونس معين حترتبط فيها، ولو صار في اختلاف حتى لو في نقطه واحده فبالتالي لا تستطيع ان تربط فيها، فبالتالي بياثر على مستوى الترانسكريبشن. واخيرا وهو المهم جدا بالنسبه لنا الدراج ريسبونس. كل العلم هذا يبحث عن البيرسونالايز تريتمنت، يعني دراسه الديابيتس الجينيتكس اوف ديابيتس تبحث عن ايجاد بيرسونالايز تريتمنتس، لانه بعض الناس حيكون في لهم ريسبونس للتريتمنت غير عن الاخرين، فبندور على هذه النقاط اللي هي بتاثر على التريتمنت. الان حندخل بشكل مبسط على الموضوع وهو الجينيتكس ابروش فور ستدي اوف دايابيتس. شو هو الاستراتيجيه بتاعت البحث العلمي في دراسه الجينيتكس اوف دايابيتس؟ الاستراتيجيه تنقسم الى ثلاث اقسام: بدايه الكانديديت جينز، بعدين اللينكج ستديز، واخيرا وهو الاهم والان كل العالم يشتغل عليه اللي هو جينوم وايد اسوسيشن ستديز، وناخذ الاختصار تبعها جيوز، هنستخدم كلمه جيوز. الكانديديت جينز اللي هي زي ما بنعرف بنشوف احنا بهذه الصوره انه عباره الجينات عباره عن نتورك، شبكه كروس توك بين الجينات. الجينات تتحاور فيما بينها وهي عباره عن شبكه من الجينات، وكل جين لا يعمل لوحده. ومرض السكر عباره زي ما تكلمنا انه في عده جينات بتاثر فيه. فلدراسه الكانديديت جينز نبحث على مسارين: مسار الانسولين سيكريشن، ونشوف الجينات اللي بتتدخل في الانسولين سيكريشن، او الجينات التي تتدخل في الانسولين اكشن في موضوع الجلوكوز ابتيك في المسلز او في الاديبوز تيشو. وبالتالي يبحث عن جينيتك فاريانس في هذه الجينات وعلاقتها في مرض السكر. لينكج ستاديز اند اسوسيشن ستاديز. بعد هيك اللينكج ستاديز، اللينكج ستاديز هي دراسه الفاميليز، بنشوف عندنا الفاميلي هيستوري، وبالتالي بنشوف الناس ليش ناس من الاوف سبرينج من الاجيال اللي بعد هيك ناس صار في عندها اصابه وناس ما صارش عندها اصابه. لكن الاسوسيشن ستاديز هو عباره عن مقارنه ما بين اشخاص بوبيوليشن بيس ستاديز، يعني عباره عن اشخاص ما لهمش علاقه ببعض، بناخذ كيسز وكنترول ناس عندهم الديزيز وناس ما عندهم الديزيز، وباستخدام ستاتستيكال مودلز ممكن نقدر نصل لنقاط اللي هي المسؤوله عن هذا الاختلاف. هذه الصورة بتبين على الجينات التي اكتشفت ولها علاقة في مرض السكر بدراسة الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز اللي هي الجيوز. خلال الست سنوات السابقة تطور علم الجينيتكس بشكل فظيع، وهذا يخضع لعاملين اساسيين: اولا تطور في التكنولوجي، التكنولوجيا تبعت الجينيتكس تطورت بشكل سريع، صار الجينوتايبس يعني ممكن نعمل جينوتايبس لمريض بشكل سريع. الشغلة الثانية التطور في موضوع الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز والستاتستيكال مودلز اللي ممكن نستنتج منها عملية الاسوسيشن. بدنا نتذكر من هذه الصورة بال 2006 تم اكتشاف TCF7L2، ونتذكر كمان انه بسنة 2000 KCNG11 هدول الجينين والجينيتك فارينس هنتكلم عنهم بعد هيك. هذه صورة من الجيواز فور تايب 2 دايابيتس، هذه صورة من بحث علمي من دياجرام. الصورة هذه بسموها مانهاتن بلوتس، بالواي بالاكس اكسس موجود البوزيشنز بتاعت السنيبس، بنشوف احنا من 1 ل 22 اللي هو عدد الكروموزومات، وفي عندنا الاكس الكروموزوم، وبالواي اكسس اللي هو نسبة الاسوسيشن. فبنلاحظ زي ما شايفين احنا في الدائرة هان قمة الاسوسيشن او سترونجست هيتس هي
هون اللي هي TCF7L2. بدنا نحفظ انه TCF7L2 لوكس هي اكثر النقاط لها علاقة في مرض تايب 2 دايابيتس. بعد هيك حنتكلم عن الابيجينيتكس والنون جينيتك ريسك فاكتورز. الابيجينيتكس اللي هي عبارة عن الستدي اوف هيريتابل تشينجز ان جين اكسبريشن which are not caused by the change in the sequence. يعني انه هو الانهيرتنس للصفات للجين اكسبريشن بدون التغيير في السيكونس تبع الدي ان اي. يعني اللي هي عبارة عن شغلتين مهمات اللي هي الدي ان اي ميثيليشن او الهيستون موديفيكيشن. يا اما بنشوف الدي ان اي ميثيليشن اللي هو بيأثر على الترانسكريبشن زي ما حكينا بيصير بإضافة ميثايل جروب، او الهيستون موديفيكيشن اللي هو بنقسم لعدة اقسام من ضمنها الميثيليشن اسيتيليشن والفوسفوريليشن ابوكيوتونيشن وما الى ذلك. وهذا الهيستون اللي هي عبارة عن البروتينات التي تحيط الدي ان اي. هذا السلفيجر بس توضيحي شو الفرق ما بين انه المرض اللي هو بيأثر عليه مرض جين معين او عدة جينات او جينات وبالاضافة لعوامل بيئية. بنشوف في رقم في الـ A بنشوف عبارة عن جين واحد بدون عوامل بيئية، ولكن احنا نتكلم عن الدايابيتس اللي هو زي الفيجر رقم D اللي هو عدة جينات وعدة عوامل بيئية تؤثر على المرض. فعشان هيك بنحس الكومبليسيتي تبعت او التعقيد في دراسة الجينيتكس اوف تايب 2 دايابيتس. الان هنتكلم بشكل بسيط عن شو هو الجين انفايرومنت انتر اكشن. في عنا مجموعة متخصص في هذا البحث، وهي لها تبحث عن وجود علاقة ما بين العوامل البيئية وما ما نحمله من معلومات جينية في الكروموزومات تبعتنا. بنشوف بالفيجر واحد لو كان في عندنا لصاي معينة او سنب معينة بدها تكون في عندك، بتكون انت حامل، بكون زي ما حكينا انه الانسان يعمل 2 alleles. لو كنت حامل 2 risk alleles فبكون عندك ريسك عالي، لو كنت حامل heterozygous 1 allele بكون عندك اقل ريسك، لما كنتش حامل ولا ريسك قليل يعني التنين هما نون ريسك قليل فبالتالي ما عندك الريسك قليل. بتشوف في على اليمين الفيجر 2 الـ A الفوق بنشوف تأثير العامل البيئي في ظهور الصفة اللي هي الآن نتكلم عن التايب 2 دايابيتس. لو تكلمنا عن أو في الفيجر 1 كان في عنا بعدين، البعد الجيني والبعد الجينوتايب وبعد الفينوتايب. فيجر 2 A نتكلم عن 3 أبعاد، في عنا جينوتايب، في عنا انفيرومنتال فاكتور، وفي عنا الفينوتايب. لو كان في عنا انت تحمل نون ريسك اللي هو AA small ولكن معرض لانفيرومنتال اكسبوجر عامل سيء مضر في مرض السكر، عنا مقسم من 1 2 3 4 5. لو كنت متعرض لقمة التعرض لهذا الريسك فاكتور فبالتالي بكون عندك التأثير الصفة أكثر من الناس اللي عندهم 2 alleles 2 risk alleles بدون تأثير عامل جيني. زي ما احنا بنشوف باللون الأخضر الأخير عنده ريسك عالي مع انه نون ريسك الليل حامل، لكن هو متعرض لعامل بيئي رقم 5 أعلى تعرض بيئي، وبالتالي فهو أكثر من حامل 2 alleles بدون environmental exposure. وبي ما فيش عنا انتراكشن، بس الرقم A اللي هو ببين لك كيف تأثير الانتراكشن بين الجينيتكس والانفيرومنتال. في مجموعة عنا متخصصة في دراسة الجينات وتأثير الانتراكشن ما بين الجينز والدايت انتراكشن، شو بناكل وشو بنحمل من صفات جينية وتفاعلها مع بعض في تأثيرها على مرض السكر. في عنا زميلنا دكتور جورج هندي قدم بحث ونشر في مجلة الدايبتولوجيا، كان أوجد علاقة ما بين نعرف إحنا الفايبرز الألياف بننصح مرضى السكر أن يأكلوا ألياف، لكن بدنا نشوف إذا في كان TCF7 زي ما حكينا أنه هي أكثر نقطة جينية لها علاقة بمرض السكر، وبحث هذه النقطة الجينية مع تناول الفايبرز وقسم الفايبرز لـ Q1 لـ Q5. وجد أنه اللي حاملين نون ريسك قليل ما عندهم ريسك قليل هم الناس اللي يستجيبوا لأكل الفايبر، ولكن اللي حاملين عندهم 1 allele أو 2 allele لا ريسك allele لا يستجيبوا لأكل الفايبر. الإفكت of lifestyle of the incidence of diabetes،
هذه الصوره بتبين اللي هي تاثير اللايف ستايل الاكسرسايز، ولكن ما لهاش علاقه بالجينيتكس. هنا بنشوف تاثير البلاسيبو، ميتفورمين او لايف ستايل. لو كان في عندك عملت اكسرسايز، فبالتالي هدول المجموعه يعملوا لهم فولو اب لمده 4 سنوات، ووجدوا انه الناس باللون الاصفر اللي عندهم يعملوا رياضه وعندهم اكسرسايز، فبالتالي يكون عندهم اقل ريسك للانسيدنس اوف دايابيتس. هنتكلم عن ضيقة الوقت، يمكن هنمر مرور الكرام على بعض العوامل، بعض الستاديز اللي احنا عملناها في هذا المجال. في البحث اللي نشرناه في مؤتمر الدايابيتس في برشلونة اخر واحد، كان في الفكرة تبعت الموضوع، قبل ما نتكلم عن شو هو الموضوع، الفكرة كانت عن وجود في علاقة ما بين مرض السكر وامراض القلب والموت المفاجئ عند مرضى بنتيجة أمراض القلب عند مرضى السكر. في هناك كومن ريسك فاكتورز بين الديابيتس والهارت ديزيز. زي ما بنعرف هذه عبارة عن ارتفاع الدهون، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، الانسولين ريزيستنس وما إلى ذلك. ففي هناك عوامل مشتركة، فممكن يجي السكر قبل الكارديوفاسكولار ديزيز، أو الكارديوفاسكولار ديزيز يجي قبل السكر. في هذا البحث قمنا في دراسة العلامات الجينية اللي هي اكتشفت عن طريق الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز، وكانت عبارة درسناهم حوالي 36 نقطة جينية في عدة كوهورتس او عدة ستاديز، منها دراسات الاس دي ار اللي هو هذا في السويد، والام دي سي برضه بالسويد، والدي جي اي موجود بين السويد وامريكا، والبوتنيا من فنلندا. وكانت مجموع هذه الدراسات توجد علاقة ما بين الكي سي ان جي 11 فاريانت اللي هو نقطة جينية في الكيس ان جي 11 اللي هو الجين المسؤول عن البوتاسيوم تشانل في البيتا سيلز في افراز الانسولين، له علاقة في زيادة الريسك عند الكارديوفاسكولار مورتاليتي، الموت نتيجة امراض القلب عند مرضى السكر. زي ما بنعرف انه الكيس ان جي 11 هو مكون للانر بارت، الجزء الداخلي للبوتاسيوم تشانل في البيتا سيلز، والبوتاسيوم تشانل مسؤول عن افراز الانسولين في البنكرياس، لكن هي في المسلز وفي خلايا الكاردياك مايوسايتس في خلايا القلب مسؤوله عن الكونتراكشن. فبالتالي هذه البوتاسيوم تشانل مهمه جدا، يعني في البنكرياس تعمل افراز الانسولين، ولكن في القلب مسؤول عن الانقباض والانبساط في خلايا القلب. ايضا هناك وجدنا في بحث نشرناه كمان في مجله الدايابيتولوجيا، كان في ايجاد علاقه مع نقطه جينيه للـ HMJA2 لها علاقة في تطور النيفروباثي، الارتفاع الماكرو ألبومينوريا عند مرضى السكر وتحولهم لخلل في الوظيفة الكلى. Next. في هناك بحث آخر قمنا فيه مع زميل إنه ألماني كمان، كان إيجاد علاقة ما بين في الكالسيوم تشانل، هنا مش بوتاسيوم تشانل، كنا نحكي عن البوتاسيوم تشانل، ولكن في الكالسيوم تشانل برضو كمان هذه مهمة في عملية إفراز الأنسولين، ووجدنا في هناك فاريانت مسؤول عن زيادة الريسك ل الأنسولين في نقص الأنسولين سيكريشن والريسك ل تايب 2 دايابيتس. في النهاية هنحكي بشكل مختصر شو هي الليميتيشنز. طبعا زي ما حكينا وشفنا انه الدايابيتس معقد وخاصه تايب 2 دايابيتس، فحنتكلم عن الليميتيشنز المعوقات لدراسه مرض السكر وشو هي الفيوتشر بلانز. اهم شيء احنا تكلمنا عن استراتيجيات، اول شيء تكلمنا عن الكانديديت جينز. الكانديديت جينز هي عباره عن دراسه الجينات اللي اوريدي معروفه لها علاقه في الافراز الانسولين او الانسولين اكشن. فبالتالي انه لما تحكي انت عن جينات معروفة، فأنت بتحكي عن شيء معروف، ما حيتم فيها كشف عن نقاط جديدة. اثنين، العلاقة ما بين الجينوتايب والفينوتايب هي توجد علاقة ما بين لوساي نقطة جينية وما بين الصفة اللي هي المرض، أو يعني سواء كان المرض الدايابيتس أو نقص في إفراز الأنسولين أو زيادة السكر وما إلى ذلك. فبالتالي أنه أنت بتحكي عن نقطة جينية ولا تتكلم عن جين بحد ذاته. الشغله الثالثه، الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز عباره عن تحتاج هي عباره عن جينات، عباره عن دراسات كبيره جدا
تحتاج الى عدد هائل من المرضى حتى نوجد significant association او تاثير مهم للنقط الجينية في مرض السكر. النقطة الرابعة انه لو عملنا انه لو كل دولة جماعة اشتغلوا عملوا جيواز جينوم وايد اسوسيشن ستاديز في اسكندنافيا في امريكا في بريطانيا, فاختلاف الاعراق له دور في ممكن تكون نقطة جينية مؤثرة في الاسكندنافيين مش مؤثرة في ناس تانيين. الشغلة الثانية اللي هي الاختلاف في الديفينيشنز, يعني ممكن ان احنا نحكي خاصة في الكومبليكيشنز في المضاعفات مرض السكر, ممكن الناس نصنف انه هذا المريض عنده خلل في وظيفي في الريتينوباثي او النفروباثي, ممكن في بعض الستاندرز في بعض الدول يعتبر انه هذا مريض وهذا في بعض الدول مش مريض. الشغلة المهمة خاصة في موضوع دراسة الكومبليكيشنز مضاعفات مرض السكر اللي هي الكوفاريانس, اللي هو اهم شيء بنعرف انه مرض السكر ومضاعفات مرض السكر تهتم في يعني العامل الاساسي في الموضوع قبل الجينيتكس اللي هو الديوريشن, كم فتره المريض قديش له عنده سكر. يعني المريض اللي عنده سكر من سنه من سنه غير المريض اللي عنده سكر له سنتين اللي عنده 20 سنه. والادجستمنت هاي لما نعمل دراسه ستاتستكس احصائيه فبالتالي لازم ناخذ بعين الاعتبار اللي هو الديوريشن والكنترول للدايابيتس. المهم هون الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو بيدلنا على كم المريض بيعمل كنترول لمرض السكر. فبالتالي المريض اللي يعمل كنترول زي ما بنعرف احنا اللي بيعمل كنترول للسكر فمعرض اقل من المريض اللي ما بيعمل كنترول في حدوث كومبليكيشنز. الشغله المهمه هنتكلم عنها بشكل بسيط اللي هي النيو ابروتشز. بعد هيك انه وجدوا افكار جديده في موضوع البحث العلمي. قبل ما نتكلم عنها في عندنا نتكلم انه احنا عن لما وجدوا عملوا بحثات جينيه وشافوا انهم تقريبا 6 سنوات بيعملوا جينوم وايد اسوسيشن ستاديز, لو جمعنا هذا الريسك لكل هذه اللصاي 65 لصاي وحكينا عن انه بدنا نشوف المريض هذا لو جمعناهم كل الريسك فاكتورز اللي عنده كل الريسك قليل موجودين, فبالتالي لا نقدر ان نعمل بريدكشن او اكتشاف لانه بيصير عنده مرض السكر اكثر من 15 ل 20% ماكسيمم للريسك من الجينات. طب وين راحت الميسنج هيريتابيليتي الباقي العوامل الوراثيه؟ في طلعت الابحاث الجديده اللي هي الاوميكس اللي بسموها الانتجريتيف جينيتك ستاديز اللي بضم الجينيتكس, بنشوف الجينيتك فاريانس بتاعت المرضى, بنشوف الابيجينيتكس, بنشوف الام ار ان اي ترانسكريبشنز ليفل, بنشوف البروتين ليفل, وبنشوف الميتابولوم اللي هي ما بعد البروتين. بنجمعهم هذول كلهم مع بعض في وجود موديل احصائي معين, بنجمع المعلومات هذه فبالتالي بنتوصل ل ممكن نتوصل بشكل افضل لنقاط جينيه لها علاقه في مرض السكر. اخر سلايس بحبيتها بس نحكي عنها بس نفرجيكم اياها اللي هي الميكروبيوتا, وهذا تخصص الدكتور عبد الرؤوف اللي هو النورمال فلورا الموجوده في الامعاء. البكتيريا وجدوا انه البكتيريا مهمه جدا في موضوع الاكتشاف او البريدكشن لمرض السكر. الان ابحاث بشكل كبير جدا صارت على الموضوع هذا, وجدوا انه في هناك بعض انواع البكتيريا اللي بتعيش في الامعاء تزيد الريسك للديابيتس وبعضها بتعمل بروتكشن. فالموضوع هذا موضوع جديد وموضوع شيق وكثير من الابحاث الان بتطلع عليه. هيك بكون بشكل مختصر حكينا لكم عن الجينيتكس والاوف ديابيتس والديابيتس كومبليكيشن, واسمحوا لنا يمكن اذا ما لم نقدر ان نصل يمكن نوصل المعلومه بشكل جيد لانه الموضوع زي ما انتم شفتوا موضوع فيه تعقيدات وفيه تفاصيل كثير, لكن حاولنا قدر الامكان انه نتكلم بشكل ممكن نوصل المعلومه فيه. شكرا لاستماعكم واصغائكم وشكرا لحضوركم. شكرا كثير لك يا دكتور, بارك الله فيك. المحاضره لك كثير كانت يعني ممتعه واعتقد انه الكل استفاد. بس خليك معنا اذا ممكن بدنا نشوف اذا حد عنده اي استفسار. تفضل. حد عنده اي سؤال دكاتره؟ تفضل. حياك الله دكتور سامي. معك دكتور خميس خسي من الدكتور جامعه سميه.
ده اسال الدين وايد اسوسيشن ستاديز في عمل منها قبل كده في فلسطين او في العالم العربي؟ والله للاسف هذا الموضوع احنا كنا نتناقش فيه مع الدكتور عبد الرؤوف. الموضوع هذا بده يكون في عندك دي ان اي بانك، بده يكون عندك بايو بانك، وبده يكون في عندك ريجستري مزبوط. يعني ايجاد كوهورتس لازم هذا بده يكون في عندك. احنا الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز اللي بنشتغل فيها الدي ان اي عندنا من 30 سنه. طبعا بنحكي احنا عن اسكندنافيا، السويد من اعرق الدول في موضوع الدي ان اي بانكينج والديتا، ف هيتكلم عنها كمان الدكتور نائل في موضوع شو موجود عندنا ريجستري والاندس، هذه الدراسات الموجوده في السويد. فهذا يحتاج الى فترات طويله، لانه بتحكي انت عن مرضى بدك تعمل بريدكشن لمرض، فبده يكون في فولو اب. يعني بدك تاخذ الدي ان اي وتاخذ الفحوصات البايوكيمستري، وبدك تاخذ الكلينيكال داتا تبعت المريض، وبعد هيك بعد سنين بدك تبحث عن شو صار مع هذول المرضى عشان تقدر تصل لعلاقه جينيه معينه. فهذا الموضوع بيحتاج الى وقت، واحنا كنا نحكي انه نامل من الله عز وجل انه تكون في هناك جهود لتاسيس، يعني اليوم قبل بكره، لتاسيس لهذا المجال، لانه الموضوع هذا يحتاج الى سنوات. يعني اذا انت بتاسس الان ممكن ما نقدر نصل لحصد ثمار هذا البايو بانك او هذا الريجستري اللي احنا بنعمله، ولكن اللي بيجوا بعدنا هيستفيدوا بشكل كبير. اوكي دكتور، اللي دفعني الناس هذا السؤال، اذا ممكن من حضرتك تبعتنا اي بروبوزل لسيمولر ستاديز انعملت في اذر ريجنز، سواء في سكندنافيانز او في يوروب، بحيث انه نسترشد بهذا البروبوزل في صياغه بعض الخطوات للمستقبل باذن الله. ما في مشكلة. أنا بقول يعني إحنا بالنسبة للجينوم وايد أسوسيشن ستاديز هذا بدك عدد كبير، يعني أنت وبدك كولابوريشنز مع عدة دول. فإحنا بنحكي ممكن نحكي على الجينيتك فولو أب للجيواز. يعني إحنا بعض يعني معظم شغلنا الآن بصير فولو أب لهذه الجينوم وايد أسوسيشن ستاديز. الجينوم وايد أسوسيشن ستاديز تعطينا هيدز، تعطينا نقاط ممكن نبحث فيها. فبس نحصل على الهيدز هاي بنروح بندور على النقاط هذه وتأثيرها في الكوهورت الموجوده عندنا. يعني ممكن احنا على مستوى غزه ممكن ما بتقدر تشارك في شكل جيواز، ممكن تشارك في موضوع مثلا تبحث عن نقاط جينيه اوريدي موجوده. وممكن نبحث، انا اكثر شيء مهتم فيه موضوع الانفايرومنتال فاكتورز، وحكيت بشكل مبسط على موضوع الجين انفايرومنت انتراكشن، اللي هو ممكن يعني البيئه الموجوده في غزه مش موجوده في عوامل في مناطق اخرى. فبالتالي اذا انت بتحكي، بنحكي احنا عن ديزيز هو جين انفايرمنت كومبينيشن. فبالتالي اذا انت بدك تحكي عن غزه، فغزه سبيشال كيس. يعني ممكن يكون حتى الجينيتكس زي ما فرجينا في المثال، ممكن يكون الانفايرمنتال فاكتورز اقوى من الجينيتك ريسك. فبالتالي ممكن يكون سبيشاليتي لغزه الموضوع دراسه العوامل البيئيه المؤثره حسب الجينات في مدينه غزه او في فلسطين. يا ريت الفكره الثانيه اللي انت طرحتها انه السبيسيفيك لوساي، هل في اي معلومات او بروبوزلز عنها يا ريت تشارك معنا؟ لانه في مشروع مفتوح اللي هو هورايزن 2020. نعم. اعتقد انا ممكن الاستفاده به بانشاء بعض الانفراستراكشر لهذا الشيء. احنا حكيت قلت لك مع الدكتور عبد الرؤوف الموضوع هذا، يعني قبل ما تحكي عن اي دراسه لازم يكون في عندك كوهورتس، لازم يكون في عندك ستدي، لازم يكون في عندك دي ان اي بانك، ولازم يكون في عندك ريجستري. يعني قبل ما نتكلم، يعني ممكن نعمل احنا بايلوت ستدي بسموها، يعني كيف انه احنا نجيب كيست كنترول على السريع، يعني ناس تعرضوا وناس ما تعرضوش وكذا، ونوجد علاقه. لكن اذا انت بدك تفوت على ستدي مظبوطه لازم تاسس لا ريجستري مظبوط ودي ان اي بانك مظبوط. لحظه شويه بالله، عفوا دكتور جلال عنده ملاحظه مداخله. هل من ممكن مثلا على سبيل المثال الان وضحنا او انت وضحت انه تي سي اف 7L2 هو التوب هيتس، التوب هيتس يعني الاشخاص اللي عندهم الريسك اللي بالضبط الكمال بالضبط الشيء تي سي اف 7L2 هم اكثر ناس عرضه للسوء. نعم. السؤال بتاعنا لما نطبق هذا على غزه، هل ممكن ناخذ مجموعه من المرضى في غزه بدون ما نعمل لهم جينوم وايد؟ طبعا هذا ممكن نعمل لهم بي سي ار، بايلوت ستدي، ونشوف ان مرضى السكر ينطبق عليهم صح نفس النتائج او نفس الابحاث اللي عملناها باوروبا وامريكا.
ممكن هذا من هذا نتيجه جيده في المرضى غزه. تفضل. العرب طبعا بوكافيا بسموه. نعم. انه هم لهم نفس زيهم زي اي صحيح لانه عرق اوروبي او عرق امريكي. مظبوط لانه ممكن هذا انتم في الجامعه الاسلاميه بمنتهى البساطه مش شغل كثير يعني شغل بسيط بتجمعوا هالمرضى المجموعه اللي عندكم والسكان المستشفيات من العيادات الوكاله العيادات الخاصه بس بشغل بي سي ار بالبي سي اف 702 وبتشوف بتقارنوهم مرضى مع مرضى مع غير مرضى هو صحيح الفكره هو صحيح اذا انت بتشوف بالنسبه في هذه الحاله انت هتكتشف بس التي سي اف 7 انت بتدور على تي سي اف 7 بس احنا بنحكي انه حتى لو جبنا ال 65 لوساي هذول وجمعناهم مع بعض بصيرش بريدكشن ل 20% من الريسك فاحنا ممكن يعني اللوساي هذا هيكون الايفكت سايز بسموه الايفكت سايز او التاثير هذه اللوساي هيكون بسيط فممكن احنا نعمل كيس كنترول ستاديز ونعملهم جيوز ونشوف شو هي التوب هيتس في هاي الحاله لو عملنا مثلا بايلوت ستدي جبنا مثلا 1000 واحد كيسز و1000 واحد كنترول واخترناهم بطريقه طبعا هذا الاختيار بيتم بطريقه بشكل بايو ستاتستيك يكون صحيح ويكون ما فيش فيها ستاتستيكال بايس ما فيش مجال ان نتكلم على الموضوع لانه في عوامل كثير في الموضوع هذا ممكن نختار احنا لو بشكل مبسط 1000 واحد عندهم سكر و1000 واحد كنترول ويكون ماتشنج كنترول يعني نفس المواصفات ونعمل جيوز لهم ونشوف شو هي التوب هيتس ممكن تطلع التوب هيتس مش تي سي اف 7 زي ما عملت بالهند مثلا كي سي ان كيو طلع التوب هيتس ما كانش التي سي اف 7 ال2 وممكن انه احنا نعمل جيوز ايواز جينوم وايد اسوسيشن ستاديز وانفيرمنتال اسوسيشن ستاديز فبالتالي بنشوف ممكن تفاعل عوامل بيئيه معينه ممكن مثلا بالنسبه لنا ممكن التلوث ممكن انبعاثات معينه في غزه انا بصراحه مش عارف يعني في عوامل بيئيه معينه ممكن نتكلم فيها بشكل تفصيلي اذا ندخل في هذا المجال العوامل البيئيه ممكن يكون العامل البيئي له تاثير اكثر من العامل الجيني ماشي دكتور شكرا في سؤال اخير تفضل ياسين كليه الطب بسال يعني هل تم عمل دراسه الكتروفيسيولوجي بالنسبه للبوتاسيوم شانلز نعم ام لم يعمل في الباتش كلامبنج تكنيك هل تم نعم. هذا التكنيك عندك ولا لا والله في عندنا الباتش كلامبنج تكنيك بيعملوه بس احنا في قسمنا احنا بنشتغل احنا على الجينيتكس يعني بنشتغل بس على الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز وفولو اب لهي الجينيتك ستاديز وفي عندنا حيتكلم الدكتور جلال على مواضيع اخرى اللي هي على التيشو لاب وموضوع الفانكشنال ستاديز في البيتا سيلز وما الى ذلك الهرمون اسبكتس للبيتا زي مثلا هرمون الاوستاتين هرمون الليبتين القليل الحاجات هذه اشتغلتوا فيها ام لا احنا لا بس في ناس شغالين فيها احنا بنحكي عن مركز اللوندي يونيفرسيتي دايابيتس سنتر مركز كبير جدا ومن اكبر المراكز على مستوى العالم في موضوع دراسه الدايابيتس وكل مجموعه الا متخصصه في شيء معين يعني انا المجموعه تبعتي انا شغالين على الجينيتكس بس شكرا كثير يعطيك الف عافيه نطلب من الدكتور جلال يتفضل اذا ممكن السلام عليكم كيف الحال تمام دكتور أعرف حضرتك الدكتور جلال تنيرة فلسطيني وغزاوي الدكتور حاصل على جائزة العالم الشاب للدول الإسكندنافية هذا العام وتكرم عليها بشهر 5 مخلص هو الدكتور بكالوريوس تحاليل وماستر مايكروبيولوجي وبيشتغل في الدكتوراه خلص الدكتوراه هو على الخلايا الجذعية وطبعا أستاذ مساعد في جامعة لندن فأهلا وسهلا دكتور تفضل المايك معك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اول سلايد هون انا صحيح امر على شغلتين في المداخله تبعتي الشغله الاولانيه اللي هي اللي احنا بنسميها الهيومن تيشو لاب مختبر الانسجه البشريه اما الشيء الثاني فهو راح يكون على البحث اللي عملته اخيرا وجدت انه من المناسب لغزه اذا حد من اعضاء الهيئه التدريسيه الباحثين ممكن يستفيد من الفكره هذه تبعت الهيومن تيشو لاب ويتم تطبيقها في غزه فوجدت من المناسب اني اذكرها لعل وعسى
طبعا الفكره تبعت الهيومن تيشو لاب هي بمنتهى البساطه عباره عن نوع من التعاون بين جامعه لوند هنا في السويد وجامعه اوبسالا، بحيث انه بنعرف انه في اوروبا معظم الوفيات اللي بتصير كثير من الاشخاص هذول بتحبوا يتبرعوا باعضائهم. فبصفتنا احنا طبعا شغالين على السكر، احنا مهتمين في العضو الاساسي تبعنا اللي هو البنكرياس. فكثير من المتبرعين طبعا جزء كبير من خلايا البنكرياس. طبعا لما بحكي على البنكرياس هون حاب انوه انه احنا بنحكي على جزء اللانجرهانس، ما بنحكي على البنكرياس كعضو متكامل، لانه لما بصير التبرع وبتم اخذ البنكرياس فورا بتم عملية فصل جزء اللانجرهانز من البنكرياس، لأنه هي هذه اللي بتم زراعتها لاحقا. بعد هيك اللي بزيد من بعد الزراعة أو اللي بيكون الكواليتي تبعه غير صالحة للزراعة بتم برساله للمختبرات الأبحاث اللي إحنا واحد منها. فإحنا شغلنا كان استقبال هذه الجزر، وبعد ما نستقبلها طبعا كان وظيفتنا خمس شغلات بشكل اساسي. اول شيء بنعمل جين اكسبريشن اري اللي هي الشريحه الجينيه او المكتبه الجينيه لكل شخص من المتبرعين. الشغله الثانيه اللي هي بنعمل جينوم وايد اسوسيشن ستادي برضه نفس الشيء. بنحاول ندرس الانسولين سيكريشن من الايلتس هذه او من الجزر هذه فورا لما بنستقبلها، وبنحاول نجد معدل السكر التراكمي للشخص المتوفي. بالاضافه لبعد هيك بنحاول نعمل فصل للدي ان اي والار ان اي اللي بيتم توزيعهم على الباحثين في المركز هان. والشغله الخامسه اللي هو كل معلومه بنقدر نحصلها على هذا المتبرع بيتم وضعها في داتا بيس للباحثين بحيث انه يساعدهم في ابحاثهم. طبعا مش كل المعلومات بنقدر نحصلها نظرا لموضوع السريه اللي بتطبق في المجال الطبي هون. فهذا هي بشكل عام الهيومن تيشو لاب. طبعا الاورجنايزيشن للهيومن تيشو لاب هذا انه احنا بنستقبل زي ما احنا شايفين في السلايد بنستقبل عينات من الدم او من الايلتس او من الاديبوس تيشو. هاي الأنسجة بتم دراستها بكذا شكل، الباتش كلام طبعا الالكتروفيسيولوجي، ممكن ندرسها بالالكترون مايكروسكوبي، طبعا المعلومات الطبية اللي بنحصلها انسولين سيكريشن والجين اكسبريشن والوايلد جينوم اسوسيشن ستادي. وكل هذه البحوث التحاليل اللي مسويها في الاخر بتخش على داتا بيس اللي هي كل باحث في المركز بيستطيع الدخول للداتابيس وتحصيل المعلومات اللي بده اياها. طبعا الشيء يذكر احنا الان بنطور، طبعا زي ما حكى اخونا سامي قبل شويه انه هو التركيبه تبعت الايلت تحتوي على كذا نوع من الخلايا بيتا والفا وجاما الى اخره. طبعا احنا لما بنعمل جين اكسبريشن بنعمل جين اكسبريشن على التوتال ايلز اللي هي بتشمل عده خلايا. فهدفنا الان انه نحاول نعمل سورتنج فصل لهذه الخلايا، وهي عمليه معقده مش بسيطه جدا، نعمل فصل للبيتا والنون بيتا، وبالتالي نعمل جين اكسبريشن او مكتبه جينيه فقط لخلايا البيتا او فقط مكتبه جينيه لخلايا النون بيتا. هذا الشيء راح يطور الابحاث بشكل كبير وبشكل ملموس وبفهم مرض السكري. طبعا ليش انا ذكرت الهيومن تيشو لاب؟ صحيح انه كان عندي في امل لكن ما مشتش الامور كما اراها، اللي هي بدل ما اعمل انا هذه الهيومن تيشو لاب من مرضى السكر كان عندي امل انه اعملها على مرضى سرطان البنكرياس. فبعرفش كيف الوضع في غزه عندكم، بس اعتقد انه مرض السرطان بشكل ما ازداد في غزه، ومرضى سرطان البنكرياس بالذات ما عنديش فكرة عنه، ولكن أحد أقاربي أو أحد الأنساب عندي توفى به. فإذا في مجال من الأخوة المهتمين مثلا في البحث العلمي في غزة هون في الجامعة الإسلامية
اذا ممكن نعمل زي نوع من التعاون لهذا الشيء، انه يحاول يجمع عينات من مرضى السرطان في البنكرياس في غزه، وبحيث احنا ندرسها بنفس، طبعا مش بنفس الطريقه لانه الطريقه مو كلفه هان، ولكن على الاقل نعمل جين اكسبريشن، مكتبه جينيه، بحيث انه يكون عندنا تصور ايش اللي بصير في مرضى سرطان البنكرياس، وبحيث انه نحدد بعض الجينات المسؤوله عن المرض هذا. فهذه فكره كنت حابب يعني اطرحها عليكم، لعل وعسى ممكن يكون في تجاوب من الاخوه المهتمين. هذا هو النقطه الاولى اللي انا كنت حابب احكيها. النقطه الثانيه طبعا او البحث تبعي، طبعا زي ما احنا شايفين هون بالباك جراوند او بالانترودكشن بديش اخش بتفاصيل لانه معظم الاشياء اتطرق لها الاخ سامي هون. طبعا زي ما قلنا انه مرض السكر مرض معقد جدا، وبيتاثر بالوراثه وبيتاثر بالظروف البيئيه المحيطه. كمان كما اسلفنا بالسابق انه في حوالي 60 او 65 حاليا جيناتيك فارينس او متغير جيني او نقطة جينية تم ربطها بمرض السكري، ولكن للأسف انه رغم العدد اللي هو 65 يبدو عدد كبير، الا انه هذا الشيء لا يفسر اكثر من 10-15% من التعقيد الوراثي لمرض السكر. لذلك هناك يعني لازم المزيد من الأبحاث تنضخ في مرض السكر لفهم البقية الباقية اللي 85% من التعقيد الوراثي للمرض. طبعا كمان شيء بشد الانتباه في أبحاث السكر، أنه معظم البحوثات أو الأبحاث آسف اللي تمت باستخدام طبعا الحيوانات المخبرية أو باستخدام نسيج بشري، ومعظم الأحيان عبارة عن الدم. قلة وفقط قلة قليلة اللي استخدمت جوزل لانجرهانس، وهذا الشيء طبعا دائما كان بحد من قدرتنا على فهم المرض، لأنه العضو اللي لازم يدرس في هذا المرض هو الجزر، ولكن عملية الأكسس للجزر صعبة، لأنه أنت عشان تحصل جزر من أي مريض لازم أن المريض يكون هذا متوفي، لا تستطيع تحصيل جزر منه هو على قيد الحياة، فهذه بتصعب المسؤولية وبتصعب فهمنا لهذا المرض. ففي مختبر الأنسجة البشرية اللي عملناه في لوند يونيفرسيتي هذا سهل لنا أمور كثير، لأنه استطعنا التحصيل خلال 3 سنوات من تجميع الداتا استطعنا تحصيل ما يقارب الآن حوالي 120 مريض، يعني في عندنا جزر لانجرهانس من 120 شخص بيشملوا نساء، بيشملوا رجال، بيشملوا أعمار متدنية 20 و18 سنة، بتشمل مرضى بالسكر النوع الثاني أو النوع الأول وغير مرضى. فهذا الشيء جميل في هذا الكوليكشن، في هذا البوتقة من المرضى اللي عملناها. طبعا زي ما حكيت في الأول، طبعا هذا رسم توضيحي لأنه كان هو عبارة عن تعاون بين النورديك نتورك للكلينيكال آيلتس اللي هو الشبكة الأوروبية الشمالية لزراعة الآيلتس، وزي ما حكيت قبل شوية أنه كان وظيفتنا نعمل جينوم وايلد وجين إكسبريشن ودراسة الإنسولين سيكريشن والمعدل التراكمي. فإحنا حاولنا في البحث تبعنا ندمج كل هذه الداتا اللي استطعنا تحصيلها بشكل أو بآخر لرسم خريطة شاملة للجينات اللي ممكن تكون مرتبطة بمرض السكر، باستخدام طبعا شو؟ باستخدام جزر لانجرهانس، مش باستخدام حيوانات مخبرية، مش باستخدام دم، لا باستخدام العضو اللي بيتأثر بمرض السكر واللي أي خلل فيه بيأثر في مرض السكر. طبعاً هذا النكست بعرفش إذا شايفينه على السلايد عندكم، في تيبل أنا حاطه اللي هو لما بدأنا ندرس المرض أو بدأنا نجمع المعلومات هذه عشان ندرس المرض، كان في هذاك
وقت فقط 48 متغير جيني مكتشف اللي لهم علاقة بمرض السكر، وهذا أنا مورجيه بالتيبل هذا اللي أنا عرضه. بس هذا للعلم بالشيء. نيكست، حاولنا طبعا في البحث هذا نضع بعض الأسئلة اللي بحاجة لإجابة. طبعا في 6 أسئلة هم وضعناها، طبعا هي مكتوبة باللغة الإنجليزية، بحاول أترجمها يعني قدر المستطاع بالعربي. طبعا السؤال الأول، 48 المتغير الجيني اللي تو ورجيتكم إياه بالتيبل هذا هو عبارة عن متغير جيني وليس جين. وزي ما حكينا إنه ال 48 جين أو 60 أو 60 أو 65 متغير جيني بس بيفسروا 15-10% من التعقيد الوراثي لأمراض السكر. لذلك في بعض الباحثين ما بيأمنوا بالسنبات أو بالمتغيرات الجينية، وأنا واحد منهم، أنا بأمن بالجين أكثر ما بأمن بالسنب. فكن القضية هنا إنه هذه السنبات موجودة في جينات، طبعا زي ما فسرها أو ما شرحها الأخ سامي، إنه هذه السنبات موجودة في جينات. الجينات هذه مش مدروسة بشكل مفسر أو بشكل واضح. فبالتالي كان أول سؤال لنا إنه ندرس النمط الجيني أو اللي بسموه الجيني إكسبريشن لهذه الجينات اللي موجود فيها السنبات هاي. هذا أول سؤال. فعشان نعمل هيك رحنا نيكست طبعا سلايد، درسنا النمط الجيني ال 48 جين اللي ممكن نسميهم نسميهم بالعربي الكيوتيتيف جين او جينات مفترضه. يعني احنا افترضنا انه هذه الجينات اللي واقعة فيها الاسنبات هي عبارة عن جينات مفترضة لمرض السكر. فرحنا درسنا الاكسبريشن تبعهم. فزي ما بنلاحظ من الفيجر ها انه بعض الجينات كان الاكسبريشن تبعها كثير 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 منخفض مقارنة في بعض الجينات الاكسبريشن تبعها كثير كثير عالي. فأعلى جينين كانوا اللي هو G6PC2 والزنك ترانسبورتر اللي هو SL3A8. هذول الاثنين كانوا بشكل ملحوظ الاكسبريشن تبعهم عالي مقارنه بالاخرين. حاولنا ملحقا لهذا الاناليسز او التحليل نشوف انه هل الاكسبريشن هذا للجينات ال 48 في الدم هم نفس الشيء في جوز اللانجر هانز ولا لا. فوجدنا التالي، وجدنا انه الجينات اللي الاكسبريشن تبعها عالي في الايلتس كان جدا الاكسبريشن تبعها منخفض في الدم. يعني طبعا زي ما احنا عارفين انه الجين موجود في كل خليه من الجسم، ولكن ايش اللي بتحكم في الخليه؟ بتحكم نشاط الجين. فهذا بيعطيك بيعطيك شو بعرف بيعطيك نوع بيعطيك انطباع فعلا انه هذول الجينين اللي هو الزنك ترانسبورتر او الجي 6 بي سي 2 نشطين جدا في جزر لانجر هاند، معناته هم لهم وظيفه محدده هناك، بينما في الدم ما فيش لهم اي نشاط يذكر. هنا في الطرف اذا بعيدك اليسار بتشوف انه الجي 6 بي سي 2 والزنك ترانسبورتر ما في له اي اكسبريشن. فهذا برضه بيعطيك انطباع انه هذول الجينين على اهميه كبيره في مرض السكري من ناحية أو بأخرى. طيب هذا أول شيء عملناه اللي هو رسمنا نوعا ما من الرسم التوضيحي للإكسبريشن لهذول الجينات. طيب هذول 48 جين هل في جينات اللي درسناهم بشكل تفاضلي، هل في جينات بتختلف بين مرض السكر والناس اللي بدون مرض سكري؟ فعملنا التحليل التفاضلي وجدنا انه من بين ال 48 جين هذول في 6 فقط منهم اللي في تفاضل في الاكسبريشن تبعهم بين الديابيتيك والنون ديابيتيك او النورمال جلايسيميك والهايبر جلايسيميك. وطبعا هذول الست جينات اللي هو الكي سي ان جي 11 بديش اعدي لكم اياهم، ولكن
زي ما احنا شايفين انه في بعضهم كان الاكسبريشن تبعه منخفض في مرض السكر وبعضهم كان مرتفع في مرض السكر. ومن الملاحظ كمان انه هدول الست جينات وجدنا انه في علاقة وطيدة بين الاكسبريشن تبعهم وبين الانسولين ميجرمنت او الانسولين ميجرمنت ومعدل السكر التراكمي اللي تم اخذه من المرضى. يعني على سبيل المثال كلما زاد جين اكسبريشن لجين معين كلما زاد الانسولين سكريشن كلما انخفض معدل السكر التراكمي، بينما بعض الجينات بالناحيه الاخرى كلما زاد الاكسبريشن كلما قل الانسولين سكريشن وكلما زاد معدل السكر التراكمي. السؤال الثاني كمان اللي سالناه هون اللي هو هل هذه السنبات او النقطه الجينيه بتاثر على الجين اكسبريشن ولا لا؟ طبعا هون انا حاطط رسم توضيحي بورجيك انه في احد السنبات اللي هو الار اس 15-30-60 والعلاقته مع الجين اكسبريشن ل تي ام اي دي 6. على سبيل المثال في حاله الوايلد تايب او الهيترو او الهومو اذا بتلاحظ انه الجين اكسبريشن هان في حاله الهومو منخفض بشكل ملحوظ عن الهيترو وعن الهومو، معناته انه السنب هذا فعلا يؤثر في الجين اكسبريشن للجين اللي هو موجود فيه. فعشان ندرس احنا ال 48 سنب اللي فرجيناهم في البدايه درسناها بطريقتين، درسناهم اذا كان هذه السنبات بتاثر في الجينات المحيطه فيها او بتاثر في الجينات البعيده عنها، في طريقتين. الطريقه الاولى هذه السنبات بتاثر بالجينات المحيطه بها بمسافه 1 ميجا بيز او بتاثر على الجينات البعيده عنها او ممكن تكون في كروموسوم ثاني. فدرسنا هذا الشيء وجدنا انه من 48 سنب هذول خمسه فقط وجدنا انهم بياثروا في الجينات اللي محيطه فيها، بينما في الجينات البعيده عنها وجدنا في 176 تاثير، منهم على سبيل المثال اللي هو G6PC2 اللي هو فرجيناه في الصوره الاولى اللي هو من اعلى الجينات اكسبريشن في الايلتس. هذا السنب فقط السنب هذا لحاله بياثر في 66 جين، بيأثر ب 66 جين ورقم يعني مش بسيط. مثال ثاني الجي 6 الجلوكوكاينيز هذا بيأثر في 31 جين. فهذا هو التحليل الثاني اللي سويناه لهذا الموضوع. طبعا السؤال الثالث اللي حاولنا ندرسه هنا ناتج من فهمنا انه الجينات المتشابهه في انماط التعبير الجيني، يعني الجينات اللي لها نفس الاكسبريشن عادة حسب فهمنا بيكون في هناك علاقه وظيفيه تربطها ببعضها، لانه الجين زي ما حكى الاخ سامي عباره عن شبكه، ما فيش جين بيشتغل لحاله، الجينات كلها بتشتغل مع بعضها. فهذا التشابه في الاكسبريشن بيعطينا دلاله انه في علاقه وظيفيه بتربطهم مع بعض، وربما انه هذه الدلاله او هذا التشابه بتدلل على سبب في الاختلاف الوظيفي في جوزر لانجر هانز خصوصا في مرضى السكر. وبالتالي حاولنا ندرس هذا الموضوع. فايش سوينا؟ من ال 48 جين هذول اطلعنا في كل الجينات الموجوده في المكتبه الجينيه اللي عملناها، طبعا المكتبه الجينيه بتشمل حوالي 30,000 جين. ال 30,000 جين شفنا مين من الجينات هذه اللي لها تشابه في ال 48. وجدنا انه على سبيل المثال بعض الجينات زي الجي سي كي في 167 جين في تشابه في الاكسبريشن معها، بينما بعض الجينات الاخرى مثلا التي بي 35 هذا فقط جين واحد اللي بتشابه معه. طبعا هذا التحليل ما اعطيناش يعني الشيء يعني ممكن نتابعه، فبالتالي حاولنا نعقد التحليل اكثر من هيك. عقدناه التالي، بدل ما ندور على جين
يرتبط مع ال 48 هذول، حاولنا نجد او نبحث عن اذا في جينين بيرتبطوا مع احد ال 48 جين هذول. فبالتالي وجدنا انه في حوالي 250 جين من ال 30,000 جين هذول بيرتبطوا في اكثر من جين من ال 48 هذول، وبالتالي حاولنا نرسمه بشكل شبكه، وهذا الشكل الشبكه موضحه الان هون بالفيجر، وسميناها الشبكه هذه اللي هي شبكه مرض السكر. زي ما احنا شايفين انه باللون الاصفر هون عندنا اللي هي الجينات اللي جاي من ال 48، بينما من باللون الازرق هي الجينات اللي وجدناها من المكتبه الجينيه واللي بترتبط بشكل كبير مع الجي مع ال 48 هذول. ومن المدهش كان فعلا في الموضوع هذا 56 هون ايش سويناه احنا عشان نعقب التحليل اكثر؟ حاولنا ندور في المكتبه الجينيه على الجين اللي من ال 48 اللي له علاقه في اكثر من 3 جينات. اللي له علاقة في أكثر من 3 جينات. هذا الشيء أوجد هذه الشبكة الصغيرة اللي احنا شايفينها عيدكم شمال اللي بتتكون من 12 جين. ال 12 جين هدول بترابطوا بشكل كبير مع 9 جينات من ال 48. الجميل كمان في الموضوع هدول في الموضوع هنا انه هدول ال 12 جين اللي وجدناهم لما درسناهم بطريقة تفاضلية بين الهايبرغليسيميك والنورمال غليسيميك دونر، وجدنا انه هذه الجينات كلها بشكل كبير اكسبشن تبعها منخفض في مرضى السكري مقارنة في الناس اللي ما معها سكري. فهذول 12 جين افترضنا انهم هم طبعا افتراض انهم هذول لهم علاقة بمرض السكر. بعدين راح تعرفوا ليش احنا افترضنا هذا الشيء. كمان الشكل في الاول زي ما حكينا ال 250 جين اللي في الشبكه هذيك، حاولنا نبحث في حاجه اسمها الدياجرام داتا بيس اذا في سنبات في هذول ال 250 جين سنبات لها علاقه بمرض السكر. وجدنا انه في حوالي اعتقد 12 جين من ال 250 تحتوي على سنبات العلاقة بشكل إحصائي ملحوظ بمرض السكري. كمان افترضنا إنه هدول 12 جين افتراض طبعا، افترضنا إنه هم لهم علاقة بمرض السكر. بعدين حاولنا ندرس الشبكة اللي وجدناها إحنا، شبكة السكر اللي متكونة من 250 عن طريق عملية توسيعها بدراسة البروتين بروتين انتراكشن. يعني احنا في الاول اخذنا الجين وحاولنا نتوقع ايش البروتينات اللي ممكن يخلقها هذا الجين عن طريق كمبيوتر ستيميليشن طبعا. ففي الاخر طلع عندنا هذا الشكل الظريف نوعا ما من البروتين البروتين انتراكشن في اللي بتكون من حوالي 2500 جين. طبعا هذه عمليه بروتينات افتراضيه. ال 2500 جين هذول حاولنا نعمل عمليه فلتره، يعني لانه صعب تدرس 2500 جين. فوجدنا انه في 9 من 2500 جين لهم علاقه في اكثر من 3 جينات من 48 جين الاساسيه اللي درسناها. فهذول التسعه احنا افترضنا انهم هذول برضو لهم علاقه بمرض السكر، ولكن من التسعه اخترنا فقط 4 جينات اللي هم مبينين بالشكل اللي عايدنا اليمين في شكل بي. هذول الأربعة اللي وجدنا هم ممكن يصلحوا يكونوا بكونوا علاقة مع مرض السكر. وبعدين في الآخر درسنا اللي هو الجلوبال، هي الدراسة الشاملة بشكل تفاضلي، أخذنا المكتبة الجينية من مرض السكر مع مكتبة جينية من ناس بدون مرض السكر ودرسناهم بشكل تفاضلي. وجدنا أنه في حوالي 14 جين بشكل كبير بيختلفوا بين الجروبين او المجموعتين. هذول ال 14 جين طبعا افترضنا برضو انه لهم علاقه وطيده مع مرض السكر. طبعا السؤال في الاخر كالتالي، زي ما احنا شفنا
او عشان نلخص اللي حكيته في الاول، لما عملنا الشكل التفاضلي، التحليل التفاضلي للمكتبه الجينيه بين مرضى السكري وغير مرضى السكري، وجدنا انه في 18 جين بيتم 18 جين بيكونوا بشكل كبير ملحوظ بيفرقوا بين مرضى السكري وغير مرضى السكري. بينما في الدراسه الاولى لما درسنا ال 48 جين من البروتين بروتين انتراكشن، وجدنا انه في 8 جينات مفترضه. عن طريق الدياجرام وجدنا انه في 12 جين ممكن يكون لهم علاقه بشكل او باخر مرض السكر، ومن التايب 2 كور وجدنا انه في 12 جين. ففي المجموع في عندنا حوالي 98 جين افترضنا انهم لهم علاقه بمرض السكر، لكن 98 جين هذول رقم كبير، يعني صعب الواحد يدرس 98 جين وعلاقته بمرض السكر. فبالتالي وجدنا انه في ممكن لو عملنا رانكينج لهم تصنيف مين الاهم والمهم والاقل اهميه، فعن طريق الرانكينج هذا لو اخترنا فقط التوب 20 يعني الافضل 20 من 98 والافضل هذول اللي احنا ممكن ندرسهم. ندرسهم طبعا كيف؟ عن طريق الفانكشنال فاليديشن، يعني انه قدروا ندرسهم في المختبر بشكل واضح ونثبت انه هذول لهم علاقه بمرض السكر. طبعا الرانكينج اللي عملناه بشكل كبير عن طريق خمس اشياء. اول شيء انه هل هذا الجين بيحتوي على سنب له علاقه بالسكر؟ اذا كان الجين هذا بيختلف بجزء اللانجرهانس بين مرضى السكري او بدون مرض سكر في البيتا سيلز او في الايلتس، او من حيث ارتباطه بالسكري بحيث ارتباطه بافراز الانسولين وبحيث ارتباطه بمعدل السكر التراكمي. فبناء على هذه المعلومات اللي احنا حطيناها اخترنا الافضل 20 جين في الليستة اللي هم مبينات في الشكل هذا اللي احنا شايفينه او في الجدول هذا. فالان السؤال انه احنا بحاجه ندرسهم بشكل مباشر في المختبر عن طريق اسكات الجين. فاخترنا احنا الان سيل لاين اللي هي مولده من الجرذان. هذا السيل لاين ممكن احنا نعمل اسكات او اخماد او تدمير للجين، لكل جين على حده في هذه الخلايا، وبعد ما ندمر او نسكت هذا الجين بندرس تاثيره على افراز الانسولين. من ال20 هذول اللي درسناهم وجدنا انه في اربعه فقط بعد اسكات الجين او بعد اخماده او سميها ما شئت، انه في اربعه فقط منهم اللي هم وجدنا انهم هم فعلا بيأثروا تأثير مباشر بإفراز الانسولين. بينما احد الجينات اللي هو الجي بي ار 200 هذا ما استطعنا نجد انه له علاقه بإفراز الانسولين، ولكن وجدنا انه بعد تدميره او اسكاته وجدنا انه له علاقه مباشره في موت الخلايا، موت خلايا البيتا، وهذا بشكل مباشر بيعطيك انطباع انه هذا له علاقه في مرض السكري. في الملخص او في الاخر بس حبيت اذكر انه الداتا تبعتنا بتجد انه جي 6 بي سي 2 والزنك ترانسبورتر هذول هم اعلى جينين وجدناهم يتم اكسبريشن تبعهم عالي. طبعا 6 من 48 جين درسناهم في الاول وجدنا انهم بشكل تفاضلي موجودين في مرض السكري. طبعا وجدنا انه 176 اي كيو تي الز اللي هي عمليه السنبات وتاثيره على الجينات، 176 وجدناهم بالشكل كيف اسف خلينا نخبط فيها بالعربي انا. في الاخر طبعا خلينا هذا في الاخر وجدنا انه في اربع جينات اكتشفناهم انه هذول الاربع جينات لهم علاقه مباشره بالتاثير على افراز الانسولين، بينما في جين واحد وجدناه انه له علاقه في موت الخلايا في الهيومن بنكرياتيك ايلتس او في الجزر المستخلصه من الانسان. وشكرا جزيلا، انا بستكفي، اسرع من هيك مستحيل يعني. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ناخذ سؤال من الدكتور فضل الشريف، تفضل يا دكتور. شكرا كثير على هلا معلوماتك الطيبة.
بس من باب الفضول، هل صادفتم جين كلاستر من بين الجينات اللي لها علاقه بالدايابيتس في البروتين بروتين انتر اكشن اناليسيز؟ وجدنا 4 انواع من الكلاستر موجوده، بس ما حاولناش نبحث، يعني ما حاولناش ناخذ كل كلاستر على حده وندرسه. برضو من معرفتك علاقه المايكرو ان اي بالموضوع، صح انت بتطلع على الاكسبرس جينز، لكن علاقه المايكرو ان اي هل في علاقه وطيده بين الدايابيتس والمايكرو ان اي؟ ما فهمتش السؤال. المايكرو ان اي والدايابيتس. المايكرو ان اي، نعم صحيح، اذا فهمت السؤال. حاليا انا ان شاء الله في عندي مشروع في جامعه كوفنهاجن، إذا الله سهل، مقدم على جرانت لمدة 3 سنوات، اللي هو راح ندرس أحد في دواء جديد طالع الآن بنحاول ندرسه. طبعا الدواء هذا مش لمرض النوع الثاني ولكن لمرض النوع الأول، بنحاول ندرس كيف بيعمل عن طريق المايكرو RNA. فإن شاء الله يكون الدواء هذا له يعني له سوق في الآخر. بس هو اكيد المايكرو ان اي بشكل كبير 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 الان له علاقه في مرض السكري، وفي كثير من الابحاث الان ورجت انه في بعض المايكرو ان اي بتاثر بشكل مباشر في اما موت الخلايا، اقصد بيتا سيلز، او افراز الانسولين. دكتور، معنا سؤال ثاني، تفضل يا استاذه. انا بدي اسال هلا، انتم عملتوا اكثر من شغله من ناحيه، انا بركز على 3 شغلات، درست قصه الاكسبريشن ليفل لبعض الجينات بين الناس الهيلثي والناس الدايابيتيك. شخص من الموضوع واصل يا دكتور الصوت؟ انه درسنا الاكسبريشن في الدايابيتيك وفي النون دايابيتيك، هذا اللي فهمته. فتلاقيته انه 6 من 48 جين، اعتقد 6 من 48 جين هما الليفل، طب الليفل الاكسبريشن تبعهم عالي في الدايابيتيك مقارنه بالكنترول. نعم. هلا سؤالي يعني، وكمان مره عملته بروتين بروتين انتر اكشن ولقيت انه في 9 بروتينات هما اللي لهم برضه علاقه، وكمان عملته قصه السايلانسنج لبعض الجينات عشان تشوفوا تاثير البروتينات اللي حتنتج عن طريق كمبيوتر ستاديز، لقيته انه 4 اللي لهم علاقه الانسولين سكريشن. فانا سؤالي، هل في تقاطع بين هذول الستة والتسعة والأربعة؟ يعني هل لقيتوا نفس الاشي هان، نفس الاشي هان، او واحد منهم؟ بمعنى انه تقاطع النتائج لبعض جين معين فيهم؟ تقاطع لا، لانه كل تحليل اللي عملناه بيختلف نوعا ما عن الاخر. يعني في 48 احنا درسنا فقط 48، شفنا 48 هل في تفاضل في الجينات بيناتهم او لا. بس على سبيل المثال لما اخذنا الجلوبال اللي هو التحليل الشامل، يعني 30,000 جين، على سبيل المثال عملنا زي كات اوف للجينات اللي لها تفاضل، فكل جين البي فاليو اقل من 0.001 ما اخذناه بعين الاعتبار، اخذنا يعني الجينات اللي اكبر من هيك، فبالتالي كان الكات اوف عالي جدا هم. عشان هيك بس احنا لما عملنا الشامل وجدنا 18 جين، لكن هو فعليا لو بتاخذ البي فاليو مثلا 0.05 في حوالي اكثر من 400-500 جين بشكل هذا ممكن تلاقي انت. وبالتالي ممكن يكون في تقاطع لو احنا قللنا البي. ممكن ممكن في الحاله هذه لو بتاخذ الكات اوف على مثلا 0.05 اكيد راح يكون في تقاطع، اكيد راح يكون في تقاطع بالشكل هذا. لانه التقاطع لانه بصير في عندك الستاتستيك هذا بصير في بايس، لانه انت اذا انت بتدرس 30,000 جين و 25,000 جين، فبالتالي انه البي فاليو ما فيكش تاخذها 0.05 لانه بصير في عندك باي تشانس ممكن توصل للاسوسيشن. وطبعا في الاخر هي كلها statistical analysis. الحجر المهم او الشعره اللي تقصد ظهر البعير اللي هي الفانكشن، لانه الستاتستيك صح ممكن تجد جين ممكن بشكل تفاضلي يكون موجود في مرض السكري، ولكن هذا لا يعني انه فعلا هذا جين مسؤول.
الشيء الوحيد اللي ممكن يثبت لك هذا اللي هو التحليل الوظيفي، يعني تاخذي هذا الجين في الفأر او في سيل لاين وتثبتي بشكل مخبري انه هذا الجين فعلا له تاثير على افراز الانسولين. شكرا كثير دكتور، يعطيك الف عافيه. يلا خلينا نستقبل دكتورنا اذا ممكن. قلنا الفضل العزيز، اول جزء من المحاضره حيكون عن المونوجينيك تايبس اوف دايابيتس اللي هو انواع السكر الاحاديه الجينات او اللي سببها خلل في جين معين، وفي الجزء الثاني من المحاضره حتكلم عن دراسه لمرض مرض السكري اللي احنا بنعملها من سنة 2007 هان بمنطقة جنوب السويد، علها يعني تكون مخطط لنفس الدراسة أو ما يشابهها في قطاع غزة، يعني لأن أعتقد من ناحية الإمكانيات الموجودة حاليا يعني في قطاع غزة ممكن دراسة من النوع هذا يبدأ الواحد يعمل فيها. ماتوريتي أونست ديابيتس أو إذا بدنا نترجمه بالعربي بيكون السكري مرحلة النضوج، هو عبارة عن أكثر أنواع السكر أحادية الجينات شيوعا، وهذا تم اكتشافه في منتصف التسعينات 1994-95. قبل هيك كان هو من سنة 75 مكتشف كحالة كلينيكية بدون ارتباط بخلل جيني، ولكن في 95 تم اكتشاف أول جين مسؤول عن نوع هذا من السكر. بصفة عامة أنواع السكر أحادية الجينات هي سببها بكون خلل في جين واحد، وهي وراثية بحتة، يعني غير النوع الـ Type 1 و Type 2 Diabetes اللي زملائي حكوا بنوع Type 2 Diabetes هو عبارة عن Polygenic Disease، في جينات كثيرة متعددة اكتشف جزء قليل منها، زائد Interaction مع الـ Environmental Factors بتعطي الفينوتايب أو بتؤدي إلى حدوث Type 2 Diabetes. Type 1 بيختلف نوعا ما طبعا، لكن في أنواع كثيرة من أمراض من السكر، أنواع كثيرة من السكري ليست Type 1 ولا Type 2، وهي أنا لحال يعني أركز عليها في المحاضرة هاي. اختلاف مش بس في اسم في نوع السكر، انما الاختلاف في كل حاجه، اختلاف في clinical presentation، اختلاف في complications، اختلاف في العلاج، قد يكون نفس ادوات العلاج تستخدم هون وهون ولكن طريقه العلاج تختلف جذريا، وهذا اللي انا حاول اركز عليه ان شاء الله. ارجع للموضي، هو عبارة عن أحد أنواع السكر الأحادي الجينات الأكثر شيوعاً. اللي بيميز الموضي إن ثلاث حاجات، اللي هي إنه عادة بيبدأ السكري أو تشخيص السكري قبل عمر 25 سنة، طبعاً هذا بيختلف، ممكن يكون من بداية الولادة، ممكن يكون العمر 60 سنة، ولكن المتوسط وفي الأغلب قبل 25 سنة. أو تسمى dominant inheritance، يعني طريقة إيش الانهيرتانس، يعني الوراثة بتكون متنحية قلنا، أو تسمى dominant سائد، يعني بيحدث في كل الجينيريشنز، يعني الأب والأم والأولاد والجد والجدة إلى ما شابه إلى ما إلى آخره. primary defect in insulin secretion، مع يعني هذه العطل في هذه الجينات بيأثر على insulin secretion، إفراز الأنسولين. next slide، الموضي جينز حتى الآن تم اكتشاف 13 جين، وحسب الجين يقسم الأنواع الموضي. احنا بنحكي عن انه الموضي نوع من انواع السكري، وهذا النوع يقسم الى سب تايبس من 1 ل 13، ولكن نكست
جين سلايد، لكن اللي تم دراستها بطريقه شامله هي ثلاثه او اربع جينات مودو 1 2 3 اند 5. هلا اللي حنركز عليهم اكثر حاجه من واحد لثلاثه هم اللي بيكونوا حوالي ما يقرب من 70% من انواع المودي المكتشفه حاليا. السلايد اللي بعدي اللي هي حاله حقيقيه، يعني طفل عمره 4 سنين هذا كان موجود بالمستشفى وعنده family history of diabetes في كل جهة الوالدة من جهة الأم، يعني هو صار معه السكر وهو عمره 4 سنين وتقريبا شوية عالي مستوى السكر. هنا بالسويد بنستخدم احنا الملي مول بير ليتر، في غزة يستخدم ملي جرام بير ديسليتر على ما اعتقد، بس يضرب الرقم ب 18 بيعطيك الملي جرام بير ديسليتر. ال HbA1c اللي هو معدل تخزين السكر خلال اخر ثلاث اشهر كان شويه مرتفع، وفي ذلك الوقت بدا علاج الطفل الانسولين، ولكن لاحظنا انه او اللي بدوا يعالجوا لاحظوا انه مستوى السكر ما بتحسنش، يعني ال HbA1c هو 6.5 بالرغم من العلاج، والطفل ما صار عنده اي كومبليكيشنز في من خلال السكر هاي. فايش اللي اكتشف فيما بعد؟ انه هذا الطفل عنده ميوتيشن ان جلوكوشين كاينيز جين. الميوتيشن طفره في الجين اللي بيؤدي الى حدوث سب تايب مودي 2، وهذا بالسلايد اللي هو اللي في الفيجر هاي ببين. أنا بس هحكي بصفة عامة، نبدأ من الشمال على اليمين بالفيجر. هذا عبارة عن بيتا سيل. الجلوكوز أو السكر بيدخل إلى البيتا سيل عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر اللي هو اللي لونه أخضر، وبعدين بتصير أكسيديشن، بتحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، وبيصير له أكسيديشن في الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة اللي بتؤدي اللي هي الاتيبي اتيبي ريشيو، بتؤدي إلى إغلاق البوتاسيوم الاتي ديبندنت بوتاسيوم شانلز وممبرون ديبولاريزيشن، وبعدين بيؤدي إلى فتح القنوات الكالسيوم. ولما الكالسيوم بدخل للبيتا سيلز بيؤدي الى الانسولين سيكريشن. هلا اللي عندهم مشكله في مود جلوكوكاينيز جين، عندهم ميوتيشن في جلوكوكاينيز جين اللي هو عليها الدائره الحمراء، بصير عند بيؤدي الميوتيشن بتؤدي الى هي عباره عن ان اكتيفيتنج ميوتيشن، بتؤدي الى ضعف في عمل الانزيم هذا، وبالتالي عملية تحول الجلوكوز لجلوكوز 6 والأكسدة بتقل، فهذا بيؤدي إنه القنوات هاي قنوات اللي هي البوتاسيوم شانلز لا تغلق بطريقة مثالية، وفي النهاية يؤدي إلى ضعف إنتاج الأنسولين عن طريق من ضعف الأنسولين سيكريشن. هلا الجسم في الحالة هاي محتاج السكر بالدم تكون أعلى من الطبيعي شوية حتى يعوض نقص ال activity of the enzyme. يعني بمعنى آخر إنه إذا كان كمية السكر بالدم عالية شوية عن الطبيعي، الخلية بيتا أو البيتا سيل هاي بتعمل إنسولين سيكريشن بطريقة طبيعية. يعني لما إحنا نعالج بالإنسولين ما
بنخفض مستوى السكر بالدم، فبيؤدي الى ضعف انتاج الانسولين من البيتا سيلز. لما نخلي مستوى السكر في الدم عالي شويه بتشتغل البيتا سيلز بطريقه طبيعيه، وهذا الملخص في الحاله هي انه علاج النوع هذا من السكر خاطئ لا يعالج نهائي. ليفيتين بيس سيب المريض بدون علاج. هذول المرضى لا بصير عندهم complications ولا محتاجين علاج، ولا إلا في حالات معينة، لما في حال إذا كان الست حامل أو كذا هي موضوع ثاني خالص، ولكن في الحالات العادية لا يحتاجون علاج. بل من الخطأ إنه الواحد يعالج الأنواع هاي من السكر. السلايد اللي بعدي يعني شوية عن الموضوع 2. هذا حكيت انه اكتشف في منتصف في التسعينات، فبالتالي حاليا في توجه انه تتغير تسميته لفاميليال مايلد فاستنج هايبرجليسيميا، لانه اكتشف انه انواع الموضة 13 نوع ومش ما بتشابهوش تشابه جذري يعني. فحيصير فيما بعد انه تختلف التسمية حسب انه الانواع. النوع الثاني حيسموه مايل فاستنج هايبرجليسيميا. على كل اللي انا حاب احكيها انه الاطفال هذول يولدوا مع بمرض السكر، يعني من يوم من دقيقه واحد في حياتهم هم بيكون عندهم سكر عالي عن الطبيعي. عاده السكر يتراوح بين 5.5 إلى 8، يعني تقريبا 100 إلى 144 بقياسات غزه. المهم جدا في الموضوع هذا انه هذول الاطفال يعني الواحد ايدنتيفاي من البدايه وما يعالجهم، لانه علاجه لما يتعالجوا ما بيصيرش اي تحسن في مستوى السكر، بس معاناه بابر الانسولين على مدى العمر. 2-5% من الستات اللي عندهم الحوامل اللي عندهم سكري بيحملوا هذا الجين اللي هو موضي 2، فهي مهمة جدا يعني ان الواحد يعرفها. السلايد البعدي حالة اخرى عندنا هم بالكلينيك من فترة طويلة، هي تم تشخيصها بالسكري في 1995 و ما وجدوا اي انتيبوديز في الدم. الانتيبوديز اللي هي عباره عن ماركرز اوف تايب 1 دايابيتس. احنا بنعرف ان 98% من التايب 1 دايابيتس عباره عن immunological mediated disease و 2% ايديو. فعادة معظم 98% من مرضى السكر النوع الاول عندهم انتيبوديز او المضادات يعني. على كل هاي ما كانت عندها المضادات، وطبعا لما هي مولوده بال 77 يعني بال 95 كان عمرها حوالي 18 سنه، فيعني اقصد انه العمر كان صغير، فممكن وبالتالي اعتقد في ذلك الوقت انه عند الست هاي النوع الاول من السكر، بالرغم من انه مش موجود في انتيبوديز. وبدات تتعالج بالانسولين طبعا، لانه احنا على مدى العقود الماضيه عندنا اعتقاد كان انه تايب 1 يعالج على طول بالانسولين، تايب 2 يعالج بالادويه، وهذا طبعا ولذلك سمي انسولين ديبندنت تايب دايابيتس ونون انسولين ديبندنت. هو التعريف طبعا مش 100% مظبوط، لانه مش كل تايب 1 انسولين ديبندنت ولا كل تايب 2 نون انسولين ديبندنت. المهم هاي تعالجت بالست بالانسولين، ووجدنا انه ما فيش اي تحسن، يعني في عفوا في تحسن بالسكر، ولكن في سنه 2000 كان في استضي هان بالكلينيك، وجدنا عند في كانت ست هاي حامل، وجدنا انه في عندها ميوتيشن في جين اسمه تشينف 1 الفا، ولكن في ذلك الوقت لسه ما كان كنا عرفنا احنا الجينات، بس ما عرفنا اكثر من هيك، ما عرفناش انه بتاثر على العلاج او بشغله معينه.
قبل حوالي ب 2011 لما صار معرفة انه هدول الانواع موضي 1 وموضي 3 بتعالجوا بطريقة اخرى، فغيرنا علاج الست من الانسولين انجكشن للتابلتس، واخذت تابلت اسمها اماريل عبارة عن سلفانيل يوريا دراج. احنا في غزة في النوع المنتشر في غزة اسمه دوانيل، هو حاجة بتشبه الدوانيل very low dose، واخذت بدل الانسولين حبة تاخدها الصبحيات وخلاص. بعد سنة ونص تقريبا او اكثر قسنا لها الـ HB1C، طبعا الفولو اب كان على طول خلال من يوم ما تغير العلاج، وجدنا انه مستوى الـ HB1C هو ما تغيرش، يعني بالحبوب نفسه اللي كان بالانسولين انجكشنز، يعني بمعنى اخر انه هي قعدت 17 سنه تاخذ ابر انسولين بدون اي داعي. هذا اللي حابب انا اوصله في الموضوع هذا، يعني حبه تكفي عن كل معاناه الانسولين. هلا المودي 3 السلايد بعدين، مودي 3 والمودي 1 هما بيشبهوا بعض الى حد كبير. مود 3 هو الموست كومون بالنسبه لانواع السكر، فعلشان هيك انا حاططهم بسلايد واحد. يعني اللي بيميزهم انهم هم بتم تشخيصهم تقريبا في مرحله البلوغ، يعني او مرحله الحمل، لما بصير في يعني زياده تحميل على الجسم بالنسبة للهرمونات أثناء الحمل أو مرحلة البلوغ، فبيؤثر على الإنسولين أكشن، وبالتالي بيؤدي لظهور السكر في الوقت هذا. السلايد اللي بعدي بيّن أنه كيف لما اللي عندهم موضي 3 سبسايد واللي عندهم تايب 2 دايابيتس. تايب 2 دايابيتس اللي هو باللون الأزرق، وال الماضي باللون تقريبا احمر. يعني الفرق بينهم كبير لما تعالج الاثنين بسلفانيل يوريا، يعني تقريبا حاجه تشبه الدوانيل، لقينا الفرق شاسع في الاستجابه بين تايب 2 دايابيتس وبين الماضي 3. وفي السلايد اللي بعديه ببين ليش طب هم الماضي 3 بيستجيبوا كثير للسلفانيل يوريا اكثر من التايب 1. الشغله بسيطه جدا، لو انه لما بكون في مشكله بالمود 3 جين او المود 1 جين اللي هو جين 1 الفا او 4 الفا، الاكسبريشن تبع الانسولين ترانسبورتر الجلوكوز ترانسبورتر جلوترو بقل، وبالتالي كمية الجلوكوز اللي بتخش السكر اللي بتخش على البيتا سيل بتكون قليلة. يعني حتى لو كان السكر بالدم عالي، لكن ما اللي بيدخل على البيتا سيلز بيكون قليل، وبالتالي اغلاق الأكسدة وفيما بعد اغلاق البوتاسيوم شانلز بيكون اقل، وهذا بيؤدي الى ضعف الانسولين سيكريشن. هلا السلفانيل يوريز بتغلق الشانلز بالرغم من انه ما فيش طاقة جاية عن طريق الجلوكوز، وهذا لانه الشانلز تتكون من 2 سب يونتس، يعني من جزئين، جزء اللي هو سور 1 وجزء اسمه الكير 6.2 او اللي حكى عنه زميلي سامي، انه اللي هو الكي سي جي ان 11 هو له اسم ثاني كان برضه كير 6.2. فالسلفانيل يوريا بتتحد مع كير 6.2 وبالتالي بتأدي نفس الفانكشن كما لو كان في كميه كافيه من الطاقه لاغلاق هذه القنوات، وبالتالي الانسولين سكريشن بصير تقريبا طبيعي. هلا في نوع اخر من السكر اسمه نيوناتال دايابيتس او سكر الاطفال، طبعا
it's not type 1. احنا بنحكي عن نوع اخر بيختلف. وانا لسه بحكي عن انواع السكر احادية في الجينات. هلا النيونيتال دايابيتس عادة بالدياجنوسيس ودايابيتس التشخيص بيكون قبل عمر 6 أشهر، وهذا ما يميزه انه يعني دائما بصير بين 6 أسابيع تقريبا و 6 أشهر. في جينات كثيرة بتسبب المرض نوع السكر هذا، أهمها أو أكثرها شيوعا اللي هو الكير 6.2. إحنا بنتذكر من السلايد اللي قبل هيك إنه في البيتا سيل في جزء من البوتاسيوم شانلز هو عبارة عن كير 6.2. هلا الميتيشن أو الطفرة في الجين هذا بتؤدي إلى ضعف إغلاق هاي القنوات وبالتالي ضعف الانسولين سيكريشن. السلايد اللي بعديه قارنوا اطفال، احنا بنحكي عن اطفال في عمر 6 أشهر، قارنوا اطفال كانوا يتعالجوا يعني يعالجوا مع اللي عندهم نيونيتال دايابيتس بتعالجوا بانسولين انجكشن، واطفال اخذوا تابلتس زي الدوانين مثلا عندنا في غزه، فشافوا انت شايفين ال الاختلاف بال HB1C 8.1% ل 6.4%. اللي بتعالجوا بالحبوب كان عندهم استجابة أفضل بكثير من اللي بتعالجوا بالإنسولين من ناحية الجلوكوز كنترول أو كنترول أوف دايابيتس يعني. فالحبوب مش بس إنه أقل معاناة لطفل عمره 6 أشهر أو سنة بدل ما ياخذ انسولين انجكشن ياخذ حبوب، بل هي افضل على المدى البعيد، بتقلل من حدوث الكومبليكيشنز، افضل بالكنترول اوف دايابيتس وما الى ذلك. وزي ما حكيت في السلايد بعدي انه الكير 6.2 هو جزء من الكالسيوم شانلز اللي السلفانيليوريا بتتحد معاها وبتغلقها حتى البيتا سيلز تقريبا تشتغل بشكل طبيعي. اللي وجد كمان بالنسبه للانواع في يعني هاي الميوتيشن في الجين هذا كمان بتؤدي لسندروم خاص اسمه دنت سندروم. دنت اختصار ل developmental delay epilepsy عن neonatal diabetes. هلا هذول الاطفال مش بس عندهم سكر، بعضهم مش كلهم طبعا، مش بس عندهم سكر لا، كمان عندهم مشكلة بالتأخر نمو العقلي والحركي، وعندهم كمان اللي هو صرع. فلما تعالج بالسلفانيليوريا، هلا احنا بنعرف انه في الكالسيوم شانلز مش موجودة بس هاي مو عفوا الكير 6.2 او الكيسي 11 شانلز مش موجودة بس بالبيتا سيلز، موجودة بالنيرز، موجودة بالمسلز وإلى آخره. هلا لما تعالج بالسلفانيليوريا أنت بتغلق هذه القنوات بالمسلز وبالأثر تيشوز، وبالتالي بتحسن حتى الموتور فانكشن بتتحسن، يعني مش بس تحسن بالسكر ولكن تحسن بالموتور فانكشن تبعت الأطفال هاي، يعني بصيروا بدأ يقدروا يمشوا. الحاجة الوحيدة اللي لسه ما بتتحسن شوان اللي هي مشكلة النمو العقلي، لأنه ما بصيرش كروسينج للدراكس في البرين أو عشان هيك. النوع اللي بعدي هحكي بيه على السريع، أنا بحاول أختصر، اللي هو الماتيرنا لإنهيرت الديابيتس عن ديفنس. هاي نوع من السكر يعني مش منتشر كثير، بالوراثة بتصير عن طريق الأم، يعني الوالد لا يورث، الوالد يعني الذكر قد بصير مع النوع هذا من السكر ولكن لا يورثه للأولاد، لأنه العطب أو الميوتيشن موجودة بالميتوكوندريا الجين اللي لا ينتقل من الأب إلى الأولاد بل من الأم إلى الأولاد. هلا السلايد هذا أنا ممكن differentiation of beta cell monogenic diabetes يعني نلغي. التيك تو هوم مسج أنا اللي حابب أوصله بالمحاضرة هاي،
انه not all types of diabetes are type 1 or type 2. There are a lot of types of diabetes. احنا نحكي عن حوالي 30-40 نوع من انواع السكر غير نوع واحد، النوع الاول والنوع الثاني. في عندنا تايب 1 في اللادا لاتنت اوتومين دايابيتس، في المودي، في النيونيتال دايابيتس والى اخره. بس انا حبيت احكي امثله عن انواع من السكر موجوده، واعتقد انها موجوده بغزه بكميه اكثر من اي دوله ثانيه. احنا بنحكي تقريبا المودي من 2-5% من اللي عندهم سكر عندهم مودي. انت تتصور انه كم الف من الأشخاص ممكن تعالجهم بطريقة تانية خالص عن العلاج الاعتيادي اللي احنا بنستخدمه. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو تصميم الدراسة اللي احنا بنعملها عن بسويد، اللي قد يكون اعتقد انه من السهل اذا وجدت الإرادة يعني انه تعمل على نطاق قطاع غزة، يعني اللي هي احنا سميناها All New Diabetics in Skåne. Skåne اللي هو الجزء الجنوبي من السويد، وبدأت في 2007. الغرض منها السلايد اللي بعديه، الغرض منها انه نشوف spectrum of diabetes، يعني انواع السكر الموجودة عندنا بالجنوب السويد، كم نسبة نوع اول نوع الثاني لا دواء الى اخره. الهايبوثيسس انه هل انه احنا لما نعرف انواع السكر كويس هل حنعالج مرضانا مرضى السكر بطريقه احسن؟ هاي الخلاصه من الموضوع او النظريه يعني. وبالتالي الهدف انه احنا نعمل كلاسيفيكيشن للسب تايبس اوف دايابيتس، نستخدم الجينيتك ستاديز، نستخدم الكلينيكال كرايتيريا، وبنستخدم الايمونولوجيكال ماركرز والى اخره. السبيسيفيك ايمز بالنسبه للقضيه هاي انه احنا قلنا في الاول حابين ديسكرايب ذا سبيكتروم اوف دايابيتس، نشوف انواع السكر الموجوده بالسويد، نشوف كيف كل نوع بيختلف عن الاخر بالكلينيكال كورس، الكومبليكيشنز والى اخره، مين بيستجيب للعلاج اكثر، كيف طرق العلاج اللي بتختلف، هل هي أدوية، هل هي يعني طبعا موجودة حاليا وبتم يعني في المستقبل القريب تطلع أدوية جديدة، فممكن تتجرب على الأنواع المختلفة من السكر. وكل هذا بيؤدي إلى تحفيز للريسيرش على مستوى جنوب السويد. بالنسبة احنا في جنوب السويد في عنا 10 مستشفيات، منهم تنتين مستشفيات جامعية اللي احنا فيها وكمان واحدة. في عنا 100 واكثر من 120 مستوصف و البرايفت كلينكس، هذول كلهم تقريبا مشتركين في الستادي هاي. اي واحد بصير عنده السكر خلال يعني نيولي دياجنوست بيبعثوا لنا، بياخذوا عينات من الدم وبيبعثوها لنا هون. احنا بنعمل كالتالي، في كويشنير معين يعني معلومات عن الوراثه في العائله، معلومات عن متى بدا السكر، اذا في كومبليكيشنز مع كيتو اسيدوسيس او شغلات زي هيك، يعني معلومات عن المريض، زائد انهم بيبعثوا عينات دم على المركز هان، واحنا بنحلل السي بي بتايد اللي هي عباره عن ميجرمنت او انسولين سكريشن، بنعمل الانتي بوديز عشان نشوف هل هو هذا النوع تقريبا نوع تايب 1 ولا لا، زائد الدي ان اي كلاسيفيكيشن. طبعا المرضى، كل مرضى السكر موجودين في الاستاذ هاي، لانه احنا بدنا نشوف السبيكتروم اوف دايابيتس، مرض السكر عند كل اللي بصير عندهم سكري. وفي عن يعني ممكن الريجستريشن يصير اونلاين او عباره عن او على الاوراق العاديه وينبعث لهون. كمان في شغله مهمه جدا هان بالسويد، طبعا يعني صعب حدوث ولكن ممكن تصير كمان حتى في غزه، انه
كل مرضى السكر على مستوى السويد في محطوطين في داتا باس معينه في اسمها ناشونال ديابيتس ريجستري. وبالتالي احنا لما ممكن المعلومات في المستقبل عن مرضى المرضى هذا هذول الفولو اب نحاول ان ناخذ معلوماتهم من الديابيتس ريجستري، وبالتالي بيكون عندنا معلومه من بدايه السكر لحد لحظه الاستاد تبعت المرضى. طبعا هان الكويس بالنسبه للمرضى في الدراسه هاي انه المريض بيصير عنده بيتر دياجنوستس، بنحاول نشخص تشخيص صحيح، وبالتالي اذا كان التشخيص صحيح يبقى العلاج حيكون صحيح، وبالتالي حتى على المستوى الاقتصادي بكون نافع للدولة، لأنه إحنا كنا في حالة الست اللي قعدت 17 سنة تأخذ إنسولين، هاي كان بتكلف الدولة، في حين إنه هي ممكن تأخذ حبوب ثمنها جدا بسيط وبدون تكلفة، بدون ومش محتاجة تفحص السكر 4-5 مرات باليوم ومش محتاجة وإلى آخره، فهذا حتى التكلفة بتقل يعني، وبتكون الواحد يستخدم الفلوس في المكان السليم. والاخر سلايد اللي هو بنرجع للسلايد اللي قبله، انه انا حابب اقوله not all types of diabetes are type 1 or type 2، في انواع كثيره موجوده هي اللي انا بحاول اركز عليها او اركز عليها في المحاضرة هون. هيك بكون خلصت المحاضرة، أشكركم لحسن الاستماع. شكرا كثير لك دكتور، يعطيك ألف عافية. في أي استفسار؟ أي سؤال؟ بس سؤال يعني بسيط، يعني أولا نعم. شكرا على المعلومات القيمة. رقم اثنين، هل تعتقد أنه تسمية الأنواع هذه من الديابيتس بالمونوجينيك تسمية علمية سليمة؟ ولا سيما أننا بنعرف أنه يعني زي ما تفضل الزملاء قبل هيك أنه فيش جين بيشتغل لوحده، عن الجينات اللي مسؤول عن الجلوكوز ترانسبورترز مع البوتاسيوم شانلز مع الكالسيوم كلها بتفضل بعض، يعني كلها سيكونس، فهل يعني نقول مونوجينيك، يعني هل فعلا تسمية علمية دقيقة جدا حسب رأيك؟ نعم مونوجينيك هي تسمية، هي تسمية علمية دقيقة 100%، لأنه الفرق بين الموضي أو المونوجينيك ديابيتس والتايب 1 والتايب 2 عبارة عن بولوجينيك، يعني زي ما حكوا زملائي هم مشكلتهم أصعب من مشكلتي، مع أن أنا بشتغل برضو في النوع الثاني، إن هم في جينات كثيرة شبكة متداخلة من آلاف الجينات، زائد عندك الانفيرومنتال فاكتورز وإلى آخره، كل هذا مع بعضه بيؤدي الى حدوث التايب 1 او تايب 2. هلا او هم بيحكوا اكثر على التايب 2، التايب 1 يعني بيختلف نوعا ما. التايب 2 عفوا هو الاختلاف في عده جينات، لكن المونوجينيك اختلال الخلل انا هذا صحيح واحد. انا اللي حابب احكيه انه المونوجينيك ديابيتس احنا في عندك خلل في جين واحد بس، يعني احنا لما بنحكي عن الماضي مثلا في خلل بالاتش ان اف 1 الفا جين، هذا الجين لما بصير فيه ميوتيشن نقطة معينة بتختلف بيؤدي لخلل في وظيفة الجين، وبالتالي خلل وظيفة الجين بيؤدي لخلل في الانسولين سيكريشن، يعني اي واحد عنده ميوتيشن 95% من الشانس انه يصير عنده السكر موجود، يعني وجود الميوتيشن يعني تقريبا وجود المرض، في حين انه انت بالنسبة للتايب 2 ممكن يكون عندك زي ما حكوا زملاء سنب خلل في 100 جين، ولكن ما فيش عندك سكر، لانه هذا الخلل بتعطي تاثير بسيط على عمل الجينات وتاثير بسيط على الانسولين سيكريشن او الانسولين اكشن، لكن ممكن واحد مثلا عامل حمية كويس او ماشي او عنده عوامل ثانيه بتحميه ما يصيرش عند السكر، لكن بالنسبه للمونوجينيك هو خلل في جين يؤدي الى المرض بدون بالرغم من انه ممكن يكون الانسان بياكل كويس وبيعمل اكسرسايز وماشي، ولكن
خلل بالجين بيؤدي للمرض، وهي الاسم لذلك سموه مونوجينيك ونفوليجينيك. فأنا أعتقد التسمية مضبوطة 100%. شكرا كثير يا دكتور. وبدنا نتشكر باسم الجامعة الإسلامية فريق البحثي لمرض السكري في جامعة نهد السويد. بدي أشكر حضوركم وحسن استماعكم، ومشكورين جدا، يعطيكم على التعاون. شكرا.